بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة يوم مهم جدا جدا في الدوري العام المصري. يظل دائما البطل هو البطل، البطل النادي الأهلي حتى الآن أو حتى هذه اللحظة. النادي الأهلي هو بطلا للدوري العام المصري أو هو متصدرا للدوري العام المصري. ماذا سيحدث في مباراة اليوم؟ مباراة مهمة، مباراة صعبة، مباراة فيها كلام فني كثير جدا. بتلاعب واحدة من أهم وأفضل الفرق اللي موجودة في الدوري العام المصري، فريق بيراميدز. مهما قلنا ومهما اتكلمنا هو فريق جيد الحقيقة. هناك بعض الثغرات الدفاعية الواضحة في فريق نادي بيراميدز، ولكن الناحية الهجومية وخط الوسط الحقيقة قوي جدا جدا جدا. ولكن هل يستطيع أن النادي الأهلي في هذه المباراة أن هو يفوز بثلاث نقاط ليسعد كل جماهيره ويرضي جماهيره بعد الخروج الإفريقي الأخير؟ أعتقد أن الخروج الإفريقي الأخير سيكون له تأثير إيجابي جدا على هذه المباراة. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. الآن الشوط الأول انتهى من مباراة نادي الزمالك والإسماعيلي التي بدأت في تمام الساعة الخامسة، وتقدم نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء حتى الآن بعد نهاية الشوط الأول. وطبعا هنقول لحضراتكم أثناء كلامنا عن نتيجة المباراة. أرجع مرة أخرى للقب إن شاء الله الـ41، اللقب الـ41 بيحاول النادي الأهلي في هذه الأيام بعد تصدره في الأسبوع الماضي للدوري العام المصري. بيحاول النادي الأهلي ومن خلال أو من أولى المباريات اللي هيحاول النادي الأهلي فيها أن يكمل تصدره على الدوري العام المصري هذه المباراة. مباراة صعبة، مباراة مهمة، مباراة قوية، تلعب فريق من أفضل الفرق اللي موجودة في الدوري العام المصري، أفضل خط هجوم، جايب 53 هدف،
عليه 27 هدف، واحد من الفرق الجيدة جدا، عندهم مدير فني جيد، عندهم الكابتن حسام البدري رئيس النادي كان في وقت من الأوقات هو المدير الفني للنادي الأهلي، فيعلم كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأهلي، وبالتالي هي مباراة صعبة. خدوا بال حضراتكم ان فريق بيراميدز في الدور الأول فاز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، وليد أزارو طبعا أحرز هدف المباراة الأول، بعدين عبد الله السعيد احرز هدف المباراه الثاني، واستطاع عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز طبعا استطاع ان يفوز نادي بيراميدز وعلى النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. كل الكلام اللي انا بقوله ده كل اللعيبه الحقيقه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا بعد الخروج الافريقي لا يفكروا في الا في شيء واحد فقط، وهو كيفيه ارضاء الجمهور من خلال الفوز في هذه المباراه. الفوز فقط هو اللي جوه دماغ كل اللاعبين، ولكن الناس عايزه تكسب، اللعيبه عايزه يكسب، اللاعبين عايزين يكسبوا، الجهاز الفني عايز يكسب، مجلس الاداره، الجمهور عايز يكسب. ولكن دايما يا جماعه انا لما باجي اتكلم مع حضراتكم بقول لكم حاجه مهمه جدا، ان احنا في كره القدم في ثلاث نتائج ليست نتيجه واحده. المكسب ده هو الطبيعي دايما اللي ياخده او دايما اللي بيحاول يوصل للنادي الاهلي واسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، ولكن ثلاث نتائج، التعادل او المكسب اولا ثم التعادل ثم الهزيمه، الثلاث نتائج في كره القدم في العالم كله، وهي كره القدم دايما او في الرياضه عموما هي الثلاث نتائج دول. دايما جمهور النادي الاهلي ينظر الى ان هو يكسب، او الثلاث نقاط هي الاهم بالنسبه له. النهارده اللعيبه الحقيقه كل املهم هو ان هم يرضوا الجمهور، وما حدث من جمهور الاهلي على دماغ كل اللعيبه الحقيقه. كل اللعيبه لما تيجي تتكلم مع حد الفتره اللي فاتت يقول لك اللي عمله الجمهور بعد المباراه ده على دماغنا وعمرنا ما هننساه، وهنحاول نموت نفسنا جوه الملعب خلال الفتره اللي جايه عشان نقدر نكسب هذه المباراه. وبالتالي كل شيء جاهز ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراه. ربنا يكرمنا زي ما قلت لكم دايما وزي ما بتكلم معاكم دايما، ان احنا نبذل اقصى مجهود، اللاعبين في الملعب يبذلوا اقصى مجهود يقدروا يعملوه جوه الملعب، ولكن النتيجه دي بتاعت ربنا في النهايه. الشوط الاول مثلا ما بين الزمالك والاسماعيلي، الزمالك والاسماعيلي، الاسماعيلي اضاع حوالي فرصتين ثلاثه كانوا سهلين جدا، سبحان الله ترجع ترد على نادي الاسماعيلي من ضربه ركنيه او من ركله ركنيه، تيجي تخبط في 10 لعيبه الاسماعيلي وتنزل قدام عمر السعيد الحقيقه اللي بيحطها هدف حاجه. الزمالك جاب الثاني كمان دلوقتي واصبحت النتيجه هدفين مقابل لا شيء. عشان كده انا بقول لحضراتكم هي دي كره القدم، كره القدم فيها كل شيء. نادي الزمالك الشوط الاول مضغوط تقريبا ثلاث ارباع الشوط او معظم الشوط، عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الاسماعيلي بيروح ناحيه اليمين ولو عملها بس بالعرض كده تقف تحت رجله وترجع ورا، وبالتالي في النهايه الهدف من المباراه هو الثلاث نقاط وهو ما يسعى له النادي الاهلي. حتى الان برضو لسه مبلغني دلوقتي ان النتيجه اصبحت 2-0 لنادي الزمالك على النادي الاسماعيلي، وبالتالي النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم بغض النظر عن نتيجه مباراه الزمالك والاسماعيلي النهارده، ولكن لعيبه النادي الاهلي لا ينظروا الا لشيء واحد فقط وهو مكسب هذه المباراه. المكسب فقط هو ما ينظر له لعيبه النادي الاهلي، من غير لعيبه النادي الاهلي هتبذل اقصى مجهود، هتحاول تموت نفسها في الملعب. مستر لاسارتي هيحط التشكيل المناسب من وجهه نظره للي هيلعب هذه المباراه. زي ما حضراتكم عارفين رمضان صبحي خارج القائمه وصلاح محسن خارج القائمه للاصابه، وبعض اللاعبين ايضا في اصابات كتيره لسه ما زالت موجوده. محمد هاني طبعا ثلاث انذارات، كريم ندفد وسعد سمير ووليد سليمان، مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، ولكن في النهاية يظل دائما النادي الأهلي بمجموعة اللاعبين اللي موجودين فيه قادرين على فعل أي شيء، طالما ما حدث من الجمهور بعد المباراة السابقة وإن الجمهور كله بينده على اللعيبة ويجيبهم ويقول لهم الدوري يا أهلي الدوري يا أهلي، هي ده أو هو ده الكلام اللي اللعيبة كانت مستنياه أو كان نفسها فيه. وعشان كده النهاردة أنا متأكد إن شاء الله إحنا هنشوف مباراة جيدة جدا. خلينا نروح نطمن على اللاعبين فندق الإقامة ونشوف ماذا حدث أو ماذا يحدث مع زميلنا كريم أحمد. شكرا ليك يا كابتن اسلام، برحب بيك في البداية وبرحب بكل مشاهدينا وجمهور النادي الأهلي. تحدي جديد وموعد جديد وجولة جديدة من بطولة الدوري العام، مباراة مؤجلة من الجولة 25، الأهلي وبيراميدز على استاد بترو سبورت في تمام الساعة أكثر من مساء. أبدأ معاك طبعا في البداية وهي حضور الجماهير والأمر الأكيد، يمكن كل الصحافة أمس والمواقع جمهور النادي الأهلي انشغل بهذا الأمر مع الاجتماع المثمر والقوي جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي. زي ما يمكن وجهت الشكر أمس يا كابتن اسلام من خلالك من خلال ملعب الأهلي، وجهت الشكر لمجلس الإدارة، لابد أيضا كمان نوجه الشكر لمجلس الإدارة
كل الجهات المعنيه وعلى راسهم ايضا كمان وزاره الداخليه اللي كان في استجابه سريعه لهذا الامر. النادي الاهلي تمسك بحقه وحق مشروع جدا وهو مبدا تكافؤ الفرص، ده امر مهم جدا في كره القدم. والنادي الاهلي اكيد كالعاده في المباراه الاولى مباراه بيراميدز والنادي الاهلي كان فيها حضور جماهيري وكانت على استاد الدفاع الجوي، واستاد الدفاع الجوي ما بيستقبلش جمهور، فكان في اصرار كبير جدا من مجلس الاداره ان يتمسك بحقه في حضور الجماهير. يمكن اكيد طبعا لو بنتذكر ان خلاص بيتخرج قرار من اتحاد الكره ان المباراه ب 5000 مشجع، لكن فوجئنا باتجاه من الجهات المعنيه بان المباراه ستكون بدون جمهور، لكن مع الاجتماع اللي كان امس بساعات متاخره وكان فيه اهتمام كبير جدا وتكثيف للاتصالات بكل الجهات المعنيه والمسؤولين ايضا في الدوله على هذا الامر، وبالفعل كانت استجابه سريعه جدا من الجهات المعنيه بالكامل ووزاره الداخليه على حضور النهارده جمهور النادي الاهلي اللي بيتلخص فيه اعضاء الجمعيه العموميه. ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين، مرحله مهمه جدا، مرحله دقيقه جدا لفريق النادي الاهلي، كل الجمهور مساند بشكل كبير، رساله كانت رائعه جدا في مباراه سان داونز الكل اشاد بيها، جمهور النادي الاهلي ادى رساله للجميع ان النادي الاهلي بجمهوره يقدر ان هو يصل الى ابعد الحدود ويبدا ان هو الفتره الجايه كمان كل البطولات النادي الاهلي اللي هيشارك فيها تكون من نصيب النادي الاهلي كعاده النادي الاهلي. اتذكر معاك واذكر الساده المشاهدين كابتن اسلام بقائمه فريق النادي الاهلي اللي تكونت من 18 لاعب بعد اختيار مستر مارتن لاسارت المدير الفني لهؤلاء اللاعبين على راسهم الشناوي، علي لطفي، حسام عاشور، احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، حمدي فتحي، حسين الشحات، عمرو السليه، علي معلول، ناصر ماهر، مروان محسن، وصالح جمعه، ووليد ازارو، وجونيور اجاييه، وجيرارد. 18 لاعب جاهزين فنيا وبدنيا وذهنيا ايضا كمان ان شاء الله لهذه المباراه، لكن على الجانب الاخر بنفقد عدد كبير من اللاعبين، لاعبين مؤثرين بشكل كبير، يعني شريف اكرامي، وليد سليمان، سعد سمير، كريم ندبد، رمضان صبحي، اسلام محارب، وصلاح محسن، يمكن دول للاصابه، لكن محمد هاني للايقاف، احمد الشيخ، وهشام محمد للرؤيه الفنيه. يمكن رمضان صبحي عايز اتكلم عليه بالتحديد بجانب كريم ندبد مع سعد سمير، يمكن الثلاثي اللي تعرضوا لاصابات خلال المرحله الماضيه، رمضان ان شاء الله باذن الله يستعيد قواه من جديد ويعود لمشاركه النادي الاهلي خلال المرحله الماضيه لعبات مؤثره، لكن زي ما بنتكلم وبنقول هو شعار النادي الاهلي، الاهلي بمن حضر، ده مش كلام فقط، اي حد بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي بيكون متواجد في المستطيل الاخضر، لابد يكون على قدر المسؤوليه، لابد يكون شخصيه النادي الاهلي متواجده في روح الفانيلا الحمراء اللي النهارده بنراهن عليها بشكل كبير انها تكون ليها كلمه السر بجانب جمهور النادي الاهلي اللي متاكدين بشكل كبير ان يكون هو الدعم والسند الحقيقي والمسانده الدائمه من جمهور النادي الاهلي. كالعاده كابتن اسلام بنكون متواجدين في فندق الاقامه في ملعب المباراه، يمكن فندق الاقامه طبعا الفطار كالعاده بيكون في تمام الساعه 10 صباحا، غداء 1:30، محاضره فنيه اخيره لمستر مارتن لاسارتي المدير الفني بعد الدراسات يمكن المستمره والمكثفه خلال الايام الماضيه، متابعه شرائط الفيديو، بعض الثغرات، بعض نقاط القوه والضعف. النادي الاهلي ما بيبصش لمين غايب في الفريق الاخر، ولكن النادي الاهلي مركز بشكل كبير في التكتيك والتشكيل والمهام الدفاعيه والهجوميه ان شاء الله اللي هتكون طبق النهارده في فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم الاهلي وبيراميدز. كان في غلق ليها تدريبات خلال ال 48 ساعه الماضيه، وده امر مهم وامر جيد جدا من مستر مارتن والجهاز الفني لفرض مزيد من التركيز. مباراه مهمه نظرا لحسابات الجدول، نظرا كمان للمباراه الاولى اللي جمعت نادي بيراميدز والنادي الاهلي، فلها حسابات خاصه جدا عند لاعبي النادي الاهلي وعند الجهاز الفني وعند ايضا كمان مجلس الاداره. باذن الله ان شاء الله الكل على قرب رقم واحد، النادي الاهلي يقدر يحقق النهارده انتصار وفوز مهم جدا يساعد النادي الاهلي في بطوله الدوري العام، يعود النادي الاهلي من جديد بسلسله الانتصارات المعتاده عن طريق النادي الاهلي. من خلالك كابتن اسلام وان شاء الله من خلال ملعب الاهلي هنكون متواجدين في استاد بيتر سبورت، ننقل كل الاخبار، الصوره، ارضيه الملعب، الحضور الجماهيري، كل الكواليس الخاصه باستاد بيتر سبورت ان شاء الله تكون من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي. عودة ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا كريم احمد، طمنا الحقيقه على الفريق، وبعد دقائق قليله هنعرض لحضراتكم تحرك اتوبيس الفريق الى ارض الملعب، لانه زي ما حضراتكم عارفين دايما من خلال قناه النادي الاهلي بنعرض لحضراتكم او من خلال ملعب الاهلي بنعرض لحضراتكم كل ما يخص فريق النادي الاهلي. زي ما حضراتكم هم زي ما حضراتكم شايفين اللاعبين نازلين من بعد المحاضره الفنيه وبعد ما خدوا شنطهم ورايحين ان شاء الله على الاتوبيس وهيتحركوا حالا الى ملعب بترو سبورت لملاقات نادي بيراميدز، واحده زي ما قلت لحضراتكم من اهم المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي خلال هذا الشهر، شهر صعب، شهر طويل، نتمنى ان شاء الله ان هو ينتهي على خير من خلال وجود النادي الاهلي دائما كمتصدر للدوري العام المصري. برضو عايز اقول لحضراتكم ان المباريات القادمه بعد مباراه بيراميدز، يعني
مباراه بيراميدز يا جماعه بالمناسبه سواء النادي الاهلي كسب او لا قدر الله حصل اي شيء اخر لن ينتهي بهذا الدوري، الدوري لسه فيه 10 مباريات. انا اسف ان انا بقول لحضراتكم كل شويه هذا الكلام ولكنها هي الحقيقه، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بكره، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل للفرق المنافسه في المباريات القادمه، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل للنادي الاهلي في المباريات القادمه، وبالتالي هي مباراه صعبه، مباراه مهمه، نتمنى فيها ان يفوز النادي الاهلي بثلاث نقاط، ولكن في النهايه كره القدم تعرف ثلاث نتائج لا تعرف نتيجه واحده، هو ده اللي دايما انا حابب ان انا اقوله لحضراتكم. عشان كده كل التفاؤل وكلنا متفائلين وكلنا عندنا امل ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز النهارده، لان ده الطبيعي الحقيقه ان انت لما تيجي تلعب مهما كانت الفريق اللي قدامك، مهما كان الفريق اللي قدامك قوي وعنده بعض اللاعبين المحترفين الجيدين جدا الحقيقه واللي اتدفع فيهم مبالغ كبيره جدا جدا جدا، ولكن في النهايه يظل ان هو بيلاعب النادي الاهلي بطل الدوري العام السابق وبطل الدوري العام ل40 مره. عشان كده دايما هنخش باسم النادي الاهلي وهنخش بتاريخنا وهنخش بكل حاجه، ولكن الملعب مختلف، ملعب انت 11 بيلاعب 11، ومن حقك انت كنادي اهلي ان انت تكسب هذه المباراه وتموت نفسك عشان تكسب هذه المباراه، ومن حقه هو كمان ان هو يعمل كده. احنا رايحين نلاعب فريق كويس ورايحين نلاعب فريق جيد، ال11 اللي هيبقوا موجودين من فريق بيراميدز هيحاولوا يموتوا نفسهم عشان يكسبوا النادي الاهلي، زي ما ال11 اللي بيلعبوا في النادي الاهلي هيحاولوا يموتوا نفسهم عشان يكسبوا ان شاء الله ويتصدروا كالعاده دوري العام المصري. عموما خلينا بقى نروح نشوف جرافيك مباراة اليوم. طيب اتفضل. مباراة اليوم النهارده 18 ابريل 2019 الاهلي وبيراميدز مؤجل من الاسبوع ال25. موقف النادي الاهلي ونادي بيراميدز، النادي الاهلي لعب 25 مباراة فاز في 18 تعادل في 4 خسر في 3 مباريات، سجل 42 هدف عليه 16 هدف، يملك من النقاط 58 نقطة في المركز الأول مرة أخرى. أما نادي بيراميدز لعب 27 مباراة، خدوا بالكم في فارق مباراتين للنادي الأهلي، أو نادي بيراميدز لعب مباراتين أزيد، طبعا هداف النادي الأهلي هو مروان محسن بخمس أهداف، أما نادي بيراميدز لعب 27 مباراة، فاز في 16 تعادل في 9 مباريات خسر في مباراتين سجل 53 هدف كأعلى معدل تهديفي، ثم استقبلت شباكه 27 هدف وعدد النقاط 57 نقطة في المركز الثالث بعد نادي الزمالك. هداف بيراميدز إيريك تراوري ب10 أهداف منهم 5 أهداف في المباراتين الأخيرتين. طيب امتى الاهلي بيجيب اجوان في ال 42 هدف اللي جابهم النادي الاهلي؟ امتى النادي الاهلي بيجيب اجوان في الدوري العام المصري؟ في الاول ربع ساعه 4 اهداف، ثاني ربع ساعه 7 اهداف، ثاني ربع ساعه من الشوط الاول، ثم نهايه الشوط الاول او اخر ربع ساعه في الشوط الاول 6 اهداف. مع بدايه الشوط الثاني النادي الاهلي استطاع ان يحرز 5 اهداف من 47 هدف اللي جابهم، وفي من الدقيقه 61 للدقيقه 75 8 اهداف، وبعد كده الرقم اللي الناس كلها بتحبه او رقم الناس كلها بتستناه او الرقم اللي الناس كلها بتثق ان النادي الاهلي او الوقت اللي الناس كلها بتثق ان النادي الاهلي لغايه اخر وقت بيحارب على النتيجه، وبالتالي احرز 12 هدف كاعلى وقت في الربع ساعه الاخيره دائما من عمر المباراه، النادي الاهلي بيحرز 12 هدف من اصل 47 هدف. طيب امتى بقى بيخش النادي الاهلي؟ بيخش فيه اهداف امتى؟ في اول ربع ساعه هدف استقبلت شباكه هدف، ثم تاني ربع ساعه استقبلت شباكه هدف، واخر ربع ساعه في الشوط الاول استقبلت شباكه هدف وحيد ايضا. من ال 16 هدف 3 اهداف فقط في الشوط الاول. اما ال 13 هدف الباقيين في كلهم في الشوط الثاني، 6 في الربع ساعه الاولى و6 في الربع ساعه الاخيره، ثم هدف وحيد في الدقيقه من 61 للدقيقه 75. اذا الربع ساعه الاولى والربع ساعه الاخيره تحتاج الى دراسه في النادي الاهلي. طيب بيراميدز بقى، بيراميدز امتى بيحرز اهداف؟ في الاول خمس او اول ربع ساعه 5 اهداف، في تاني ربع ساعه 8 اهداف، ثم في ثالث ربع ساعة 4 أهداف أو نهاية الشوط الأول. أما مع بداية الشوط الثاني 9 أهداف من الدقيقة 46 للدقيقة 60، نادي بيراميدز بيحرز 9 أهداف، ثم
الحقيقه يعني النص ساعه الاخيره دائما من عمر المباراه استطاع ان هو يحرز 27 هدف من 53 هدف، منهم 11 هدف من الدقيقه 61 للدقيقه 75، ثم الدقائق الاخيره ايضا من الدقيقه 76 للدقيقه 90 نادي بيراميدز احرز 16 هدف، يعني اكثر من الثلث بشويه او اقل انا اسف من الثلث بشويه من ال 53 هدف اللي احرزهم نادي بيراميدز. طيب امتى بقى بيخش في نادي بيراميدز اهداف؟ في اول ربع ساعه 4 اهداف، ثاني ربع ساعه 4 هدفين انا اسف، ثم في الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول 6 اهداف، وفي الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني 6 اهداف، ثم الربع ساعه من الدقيقه 61 للدقيقه 75 4 اهداف، ثم الدقائق الاخيره 5 اهداف من الدقيقه 76 للدقيقه 90. وبالتالي يجب ان يكون هناك تركيز من لعيبه النادي الاهلي في هذه التوقيتات، خصوصا الربع ساعه الاخيره والربع ساعه الاولى من الشوط الثاني، الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول والربع ساعه الاولى من الشوط الثاني. طيب بيراميدز هيلاعب مين المباراه القادمه؟ يوم الثلاث 23 ابريل نادي بيراميدز سيلاقي نادي الزمالك في مباراة مؤجلة من الأسبوع ال19، أما النادي الأهلي هيلاقي يوم الخميس 25 إبريل سيلاقي النادي المصري في الأسبوع ال26. هي مباراتين هتكون مباراتين أصعب من بعض. أما قائمة النادي الأهلي الشناوي وعلي لطفي، خط الدفاع أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، علي معلول، وخط الوسط عمرو السوليه وحمدي فتحي وحسين الشحات وناصر ماهر وصالح جمعه وجونيور اجاييه وحسام عاشور وجيرالدو. واما خط الهجوم فهيكون وليد ازارو ومروان محسن. اتكلمنا مع حضراتكم عن حكام المباراه بشكل عام، لكن النهارده في الفقره الثانيه هيكون معانا خبرنا التحكيم الكابتن سمير عثمان، هنتكلم اكتر عن طاقم التحكيم ايفان بيبك من كرواتيا واثنين حكام مساعدين ايضا من كرواتيا ايفيكا مودريتش وجوران بيريك وحكم رابع تهومين بيجيان من كرواتيا ايضا. اذا طاقم تحكيم كرواتي سيكون حكاما لهذه المباراه. طيب جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل بداية مباريات اليوم، قبل بداية مباريات اليوم النادي الأهلي كان في المركز الأول ب 58 نقطة، نادي الزمالك وفي المركز الثاني ب 57 نقطة، الاثنين لعبوا 25 مباراة، أما نادي بيراميدز في المركز الثالث ب 57 نقطة بلعب 27 مباراة، النادي المصري في المركز الرابع وعنده 46 نقطة ولعب 28 مباراة، المقاولين العرب لعب 29 مباراة وعنده 40 نقطة في المركز الخامس، ومصر المقاصة في المركز السادس من 28 مباراة ولعب عنده 40 نقطة. الإسماعيلي في المركز السابع من 26 مباراة عنده 37 نقطة، الإنتاج الحربي في المركز الثامن عنده من 29 مباراة عنده 35 نقطة، ثم طلائع الجيش في المركز التاسع من 28 مباراة عنده 34 نقطة، والاتحاد السكندري في المركز العاشر من 29 مباراة عنده 32 نقطة. وزي ما حضراتكم شايفين في النهاية النجوم لعب 28 مباراة وعنده 25 نقطة، هو والداخلية وحرس الحدود الحقيقة عندهم 29 26 25 نقطة. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل جرافيك مباراة اليوم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما حضراتكم عارفين النهارده فقرتنا الاولى هيكون معانا دكتور احمد ثابت، هنتكلم عن اهم الارقام للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه، ايضا اهم ارقام لاعبي نادي بيراميدز في هذه المباراه، ايضا نادي الاهلي سيلاقي نادي بيراميدز، دي فقرتنا الاولى. الفقره الثانيه بعد الدكتور احمد ثابت هيكون معانا خبيرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان، الكابتن سمير عثمان هنتكلم معاه عن طاقم التحكيم وما اثير عن
طاقم التحكيم كلام كتير هنتكلم عنه في وقتها. أما فقرتنا التحليلية وكالعادة الحقيقة من خلال ملعب الأهلي هيكون عندنا ثلاثة من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، والنجم الكبير الكابتن أحمد بلال، ونجم التحليل الكروي كابتن تامر بدوي. ثلاثة هيكونوا معانا في الساعة ما قبل المباراة، هنتكلم بقى فنيا تماما عن المباراة ونشوف مارتن لاسارتي او فكر مارتن لاسارتي من خلال ضيوفنا، وهنشوف ايضا فكر رامون دياز من خلال ايضا او في مباراته اليوم امام النادي الاهلي. هنطلع فاصل او هنشوف تقرير عن تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الاولى دكتور احمد ثابت نتكلم عن اهم الارقام والاحصائيات فيما يخص النادي الاهلي ونادي بيراميدز بعد هذا التقرير تاريخ المواجهات دكتور أحمد ثابت. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في الفقرة الأولى من ملعب الأهلي النهاردة قبل مباراة نادي الأهلي ونادي بيراميدز، مباراة طبعا مؤجلة من الأسبوع 25. دكتور أحمد ثابت، إزيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبارك إيه، كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. النادي الأهلي إن شاء الله. نعم؟ بالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، مواجهة لاتينية ما بين الأوروغواياني مارتن لاسارتي والأرجنتيني رامون دياز. أبرز أرقام لاسارتي ودياز قبل هذه المباراة. طبعا هي مباراة بالتأكيد مباراة صعبة ما بين اثنين مدربين كبار سواء لاسارتي من أوروغواي أو رامون دياز من الأرجنتين. رامون دياز عامل مع بيراميدز عامل طفرة، عامل يعني بيقدم أداء كويس جدا، مدرب عنده شخصية، مدرب بيسموه الداهية التكتيكية رامون دياز. يمكن أبرز الأرقام بالنسبة للدوري لاسارتي ورامون دياز، لاسارتي لعب 13 مباراة مع النادي الأهلي، كسب 11، اتعادل 1، خسر 1. ده لاسارتي. ده لاسارتي اه. المباراة اللي خسرها اللي هي بيراميدز. اللي هي كانت أول مباراة بعد كده 12 مباراة متتالية الحمد لله بلا هزيمة. نعم. رامون دياز 6 مباريات، 5 فوز و1 هزيمة. ده بيبين ايه لرامون دياز؟ بيبين ان هو مدرب ريسكي برضه، ان هو يا يكسب يا يخسر، ما عندوش حته التعادل، المدرب عنده الجرأه. وبالمناسبه هو ما كانش موجود في المباراه الاولى ما بين النادي الاهلي كان كابتن حسام حسن. كان الكابتن. نعم. نسبه الفوز لاسارتي اعلى 84.6، نسبه الفوز لرامون دياز 83%. بالنسبه لاحراز الاهداف النادي الاهلي جاب 24 هدف مع لاسارتي، النادي بيراميدز جاب 14 هدف. هنلاقي ان رامون دياز معدل احراز اهداف في كل 90 دقيقه 2.3، نسبه عاليه، وهم اقوى خط هجوم في الدوري مقارنه بالنادي الاهلي طبعا 1.8. نعم. طبعا عندهم خط هجوم قوي جدا مقارنه بقى بخط الدفاع، يعني ده زي ما قلنا هو مدرب ريسكي بيهاجم دايما وفاتح خطوطه دايما وبيلعب كوره تيكي تاك 4-1-4-1 وبيحاول ان هو تحرك بدون كوره وبيفتح الملعب دايما، بتيجي دايما في الاغلب على حساب دفاعه. ان هو داخل شباكه 5 اهداف في 6 ماتشات، يعني تقريبا هدف في كل مباراه. خرج شباكه نظيفه النادي الاهلي مع لاسارتي 7 مباريات من 13، هم خرجوا 3 من 6، يعني نص المباريات. هداف الفريق في وجود لاسارتي في الدوري جونيور اجاي جاب 4 اهداف، لكن مع رامون دياز في بيراميدز اريك تراوري جاب 5 اهداف. برضه يمكن هو بصمات رامون دياز واضحه جدا مع الفرقه بدليل توقيت احراز اهداف بيراميدز مع رامون دياز. نعم. تحديدا هم جايبين كام جون؟ 14 هدف في 6 ماتشات. ال 14 هدف منهم 12 بس. خلينا نقول برضه ان اريك تراوري في اخر في اخر مباراتين احرز 5 اهداف. 5 اهداف يعني مش في طوال منذ تواجده في النادي بيراميدز، ولكن في اخر هو جايب 10 على في مدار الموسم بالزبط. جايب 5 في الماتشين الاخر. تمام. البصمات رامون دياز واضحه جدا ان هو مدرب بيعرف يقرا الماتش، مدرب تكتيكي هايل جدا، ان هو جايب 12 هدف من ال 14 في الشوط الثاني، منهم 9 اهداف في اخر نص ساعه. يعني من ال 14 هدف اللي هم جايبينهم 9 في اخر ايه نص ساعه. دي بتاكد ان الراجل ده الجانب البدني عند فرقته كويسه جدا. تاني حاجه ان هو بيعرف يقرا الماتش، زي ما شفنا ماتش الاتحاد كان 2-1 كانوا خسرانين ومطلوب منهم واحد ونجح ان هو ينزل ناصر منسي ويغامر ورجع، فده مدرب عنده شخصيه بيعرف يقرا المباراه بشكل كويس. لازم نعمل حسابه النهارده ان شاء الله. ده بالنسبه لرامون دياز. طبعا بالنسبه لطريقه لعبهم هم 4-1-4-1، يمكن هم قريبين من طريقه لعب مان سيتي 4-1-4-1 طبعا مع الفارق. يعني احمد الشناوي في حراسه المرمى، رجب بكار ناحيه اليمين، علي جبر واحمد ايمن منصور اثنين مساكين، باك شمال عمر جابر. والراجل ده عامل طفره في مستوى عمر جابر، يمكن انتقادات كبيره جدا لعمر جابر على مدار الموسم الا منذ قدوم رامون دياز. مظبوط. هو الاكثر اسيست
بالظبط، عامل اربع اسيستات في اخر اربع في اخر في, في اخر في فتره رامون دياز، فبيأكد ان الباك الشمال لا الراجل ده مطور بشكل كويس جدا. عمر جابر عندهم دونجا بيلعب هولدنج ميدفيلدر، قدامه بينافينتي وعبد الله السعيد، في كلام على بينافينتي ان هو مصاب قد يبدا بقفشه مكانه. طبعا ايريك تراوري اللي هو بيعيش طفره مع نادي بيراميدز جناح يمين، وكينو جناح شمال، وقدام جون سيفوينتي او ناصر منسي مكان عمر خريبين واحد فيهم. فدي طريقته دايما بيلعب بيرمي تمرير طولي على الاطراف في ظهر الباكات، وبيلعب على العرضيات والتحرك بدون كوره. دي طريقه لعبه. اهم مفاتيحه هو رجب بكار، رجب بكار وكينو، كينو طبعا وعبد الله السعيد، لكن انا بتكلم على في الاطراف. لا انا وجهه نظري اكتر عمر جابر في الفتره الاخيره، واللي يعني هوريها لحضرتك الاكتر والاخطر في الفتره الاخيره هو عمر جابر. لو شفنا ازاي هم سجلوا تحت قياده رامون دياز، يعني احنا مالناش دعوه بالموسم كله، احنا لينا دعوه بفتره رامون دياز، تواجد رامون دياز كمدير فنيا لفريق بيراميدز. هم جابوا كام جون؟ 14 جون في الفتره اللي كان في الفتره اللي موجود فيها رامون دياز، منهم 6 عرضيات من الجبهه اليسرى. نعم، 6 عرضيات بنسبه 42 و85% عرضيه من الجبهه الشمال. اذا جبهه احمد فتحي النهارده هيبقى فيها شغل كبير وفيها لعب كتير. نعم، اذا ان احمد فتحي بقى نمره 1، الارقام بتقول لنا ان احمد فتحي لازم ياخد باله جدا من الناحيه الشمال، من الناحيه الشمال، لان هم بغض النظر عن الاسماء، ولكن سواء عمر جابر او كينو او اي حد في هذا بس الاكثر اسيست في الفتره دي عمر جابر 4 اسيست. يبقى نخلي بالنا برضو تحديدا من الجبهه اللي هي بيبقى فيها ممكن، ليه؟ لان كينو دايما بيقطع للعمق فبيفضي مساحه دايما لعمر جابر، وعمر جابر على فكره ما بيرفعش بشماله، ما بيعرفش يرفع بشماله، لا بياخد بيجي على يمينه، بيجيب الكرة دايما بيجيب الكرة على يمينه ويرفع. فدي حاجه مهمه جدا لاحمد فتحي طبعا بخبراته، ان انت هتلاقي عمر جابر دايما عايز يقطع لجوه عشان يعمل العرضيه. فدي 6 عرضيات من الجبهه الشمال، في بعد كده 4 تسديدات من داخل منطقه الجزاء اختراق من العمق. هم دايما عندهم بنافينتي لعيب تقيل قوي، عبد الله السعيد لعيب تقيل، عندهم اختراق من العمق بشكل كويس. 4 اهداف، 2 ضربات جزاء، واحده تسديده من بره المنطقه، وواحده عرضيه من الجبهه اليمنى. اذا الملحوظه الاهم هي ان اغلب اهدافهم الجبهه الشمال، وتسديدات من داخل المنطقه الاختراقات اللي هو ايه الاربعه اللي تحت الفيروت بيقطعوا، سواء عبد الله السعيد، سواء بينافينتي، سواء كينو، سواء ايريك تراوري، كلهم بيتحولوا كراس حربه تاني جنب المهاجم اللي بيبقى موجود، سواء ناصر منسي او اللي كان بيلعب عمر خريبين. لو بصينا على الصور هنبص لحضرتك هتلاقي الجبهه الشمال الصوره بتاعت عمر جابر، عمر جابر اهو دي اول صوره معانا، هو جابها على يمينه ورفع، ده هدف البيراميدز في المقاولين العرب، عرضيه عمر خريبين راح مستلمها وراح لعبها وجابها جون. ده طريقه تسجيلهم للاهداف من خلال الجبهه دي. النهارده احمد فتحي واللي هيلعب قدامه جرالدو بقى او اي حد لعب قدامه طبعا التشكيله لما يوصل لنا هنقول لازم يخلي بالهم من الجبهه اليسرى زي ما احنا شايفين. الصوره اللي بعدها برده هنلاقي هدف ادي برده، يمكن ده اول عرضيه ليه بالجبهه اليسرى، احنا قلنا لا هو برده عنده القدم اليسرى شغاله اهي، جابها رفعها قدام بتروجيت، رفعها لإيريك تراوري فجابها اليسرى. الاتحاد برضه نفس الكلام، خدها وفضل وفي الاتحاد الصوره اللي بعدها الاسماعيلي برضه رفعها وجابها جون. في الاتحاد الصوره اللي بعدها هنلاقي برضه اهي اللي حضرتك بتتكلم عنها، الاتحاد السكندري. اذا 4 اسيست لعمر جابر. لو بصينا على ارقامه وارقام علي معلول هنلاقي ان عمر جابر لعب 20 مشاركه تمام، صانع منهم 4 اسيست في فتره رامون دياز بس يعني دليل ان الراجل ده عامل طفره مع عمر جابر. اذا نخلي بالنا برضو ان الراجل يعني في الفتره الاخيره بيقدم اداء متطور. عددالمباريات الدوليه اللي طبعا 23 لعمر جابر، الناحيه الثانيه طبعا فرق شاسع، علي معلول احسن باك شمال في الدوري 17 مشاركه، جايب 4 اهداف وعامل 8 اسيست ما شاء الله يعني، و54 مباراه دوليه مع منتخب تونس. تمام، بعد كده في مقارنه ما بين جيرالدو وايريك تراوري، الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا. تمام، جيرالدو عنده 22 سنه طبعا من بوركينا، لكن جيرالدو من انجولا عنده 27 سنه، ايريك تراوري 22 سنه، لعب 22 ماتش، ايريك تراوري جايب 10 اهداف وهو هداف بيراميدز في الدوري. نعم، جايب او عنده 4 اسيست، لكن جيرالدو طبعا لعب فتره اقل، لعب 10 ماتشات بس، بالنسبه للاسيست بتاع جيرالدو عالي، يعني عامل 4 اسيست مقارنه بايريك اللي لعب اكتر منه ماتشات كتير جدا 12 ماتش وجايب هدفين. دي يمكن مقارنه ما بين الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا، وعلى فكره ده هيبقوا مفاتيح لعب مهمه جدا، ايريك تراوري في ظهر علي معلول وجيرالدو في ظهر عمر جابر. مظبوط، زي ما قلنا عمر جابر متفوق هجوميا، ولكن هو من وجهه نظري ثغره في الجانب الدفاعي، النهارده جيرالدو ان شاء الله يقدر يستغلها باذن الله. خلاص خلينا نروح لايضا احد المفاتيح الهجوميه سواء في النادي الاهلي او لنادي بيراميدز، كينو واحد من اهم وافضل اللاعبين
المحترفين اللي جم مصر خلال الفترات طبعًا. الاخيره الحقيقه، وواحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في نادي بيراميدز، وبالتالي يكمل كلامك على ان الجبهه اليسرى لنادي بيراميدز وحده من افضل الجبهات في فتره تولي رامون دياز كمدير فني. عدى ال 140 مراوغه ناجحه كينو، اعلى لاعب في الدوري المصري حاليا. طبعا المنافسه ما بين معلول وما بين فرجاني ساسي اعتقد، وكينو المنافسه افضل لاعب في السنه دي يعني. نعم. كينو جايب 7 اهداف وعامل 11 اسيست في 26 مشاركه. عنده طبعا 29 سنه من البرازيل، راح على الجون 67 محاوله، رقم كبير جدا. نسبه دقته 39%، يعني تكاد تقترب من 40%، نسبه كويسه. نسبه كويسه جدا طبعا. اجايه طبعا لعب اقل، لعب 10 ماتشات بس، جايب 4 اهداف، عامل اسيست، راح على الجون 17 محاوله بنسبه دقه 47%. وجهه نظري طبعا كينو مهم قوي النهارده لمراقبته، واحمد فتحي ان شاء الله زي ما بخبراته قادر ان هو يوقف الجبهه ديت، وجرالدو باذن الله لما يلعب قدامه يعني. تمام، خلينا برضو نروح لمقارنه اخرى ما بين الشناويين. احمد الشناوي ومحمد الشناوي. هنا النهارده في المباريات الكبيره مباراه صعبه، مباراه ممكن تحسم دوري زي مباراه النهارده. الحارس الكبير اللي عنده ثقه اكتر هو اللي هيصنع الفرق لفرقته، اللي عنده ثبات انفعالي اكتر. لو بصينا على ارقام محمد الشناوي، محمد الشناوي ارقامه كويسه جدا السنه دي على فكره. ايوه، لعب 15 مباراه. طبعا طوله اطول من الشناوي 191. احنا بنتكلم على محمد حارس الاهلي، لكن نعم. احمد حارس بيراميدز عشان ما يحصلش لخبطه. محمد الشناوي لعب 15 مشاركه 1350 دقيقه، استقبل كام هدف؟ 7 بس. لكن احمد الشناوي لعب 16 مشاركة استقبل 14 هدف. الكلين شيت عند محمد الشناوي أعلى، تاني أعلى حراس الدوري بعد أحمد عادل عبد المنعم 10، محمد الشناوي التاني، والنهارده إن شاء الله يوصل يتصدر القايمة. حافظ على نظافة شباكه 9 مرات مقابل 7 لأحمد الشناوي. طبعا المباريات الدولية لأحمد الشناوي أكتر لأنه كان بيلعب من الأول. مظبوط. طيب خلينا بقى نروح لمنطقة المناورات والمنطقة الأهم في طبعا. كرة القدم، منطقة وسط الملعب. منطقة وسط الملعب عند نادي بيراميدز عنده واحد ايضا من افضل اللاعبين المتواجدين في هذا المكان، هو محمد نبيل دونجا، محمد نبيل عماد يعني، اللي هو دونجا واحد من افضل اللاعبين وانضم مؤخرا للمنتخب المصري. وعلى الجانب الاخر خلينا ناخدها مثلا مع واحد زي حمدي فتحي. حمدي فتحي من افضل اللاعبين اللي جم النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره في هذا المكان، ولكن هو بس حظه ان هو كل مباراه ورغم كده ارقامه اعلى من نبيل دونجا. حمدي فتحي هنشوف دلوقتي. حمدي فتحي انا وجهه نظري النهارده ان شاء الله ممكن يكون مفتاح الفوز في الضربات الثابته. هم عندهم نقطه ضعف في التمركز في الضربات الثابته والعرضيات. حمدي فتحي اكتر لاعب في الفرقتين سجل بالراس، جايب 5 اهداف. لو قارنا ما بين حمدي فتحي ودونجا هنلاقي ان حمدي فتحي لعب 21 مشاركه مسجل 5 اهداف. 21 مشاركة مع الأهلي وإنبي، مع الأهلي وإنبي مسجل 5 أهداف وصانع هدفين. دونجا لعب 22 مسجل هدفين وما عندوش ولا أسيست. معدل استخلاص الكرات طبعا الاثنين ماكينة قطع كرات، ومن وجهة نظري الاثنين يستحقوا يروحوا منتخب مصر، سواء حمدي فتحي أو دونجا مع طارق حامد، الثلاثة عاليين جدا وورك ريت رهيب. حمدي فتحي معدل استخلاص الكرة ليه 16 مرة في الماتش الواحد، رقم كبير جدا. دونجا 14 مرة، طبعا الاثنين ماكينة قطع كرات في الملعب. ما شاء الله يعني. حمدي فتحي أخذ 5 كروت صفرة، دونجا اخذ 4 كروت صفراء. معركه وسط الملعب النهارده هتفرق جدا، خاصه ان بيراميدز بيلعب 4-1-4-1، عندك عبد الله السعيد، عندك بنافينتي، عندك دونجا، مقابل ان شاء الله الناحيه الثانيه سواء بدا بحمدي فتحي والسوليه او عاشور والسوليه. معركه وسط الملعب هتفرق بشكل كبير جدا. كتير جدا جدا. طيب خلينا نروح بقى للمنطقه الهجوميه وناخد مثلا الاكوادوري سيفوينتي، واحد برده من المحترفين المتواجدين في نادي بيراميدز. وعلى الجانب الاخر ممكن ناخد مثلا مروان او وليد ازارو، اي واحد فيهم يعني. ايوه طبعا، يعني مروان ارقامه كويسه جدا رغم ان هو دايما بينزل بديل في الفتره الاخيره، حتى تحديدا جايب 5 اهداف في الدوري، هو هداف النادي الاهلي في الدوري مع حمدي فتحي، وصانع 3 اهداف في كام مشاركه؟ في 13 مشاركه. مقابل بقى المهاجم الاكوادوري سيفوينتي لعب 11 مشاركه مسجل هدفين بس. فدي يعني طبعا مقارنه بالثمن وبالسعر اللي جاي بيه، فمروان بيتفوق. انت ثمنه اقل، جايب لك 5 اهداف وثلاثه، ده مهاجم منتخب مصر وده طبعا لاعب دولي. انا اعتقد ان قوه بيراميدز الهجوميه من اللي هم القادمون من الخلف، وكان الكابتن حمد امام دايما يقولها لنا، القادمون من الخلف. القادمون الخلف اللي وجودهم كبير جدا، وجود عبد الله السعيد لازم يبقى حد. هنتكلم بقى في الناحيه ان شاء الله في الفقره الاخيره هنتكلم فنيا اكتر، كيف استقبلت شباك بيراميدز 5 نقطه ضعف بقى بيراميدز ايه اللي احنا نقدر نستغلها؟ هم دخل فيهم اهداف 40% من الاهداف اللي دخلت فيهم كرات عرضيه، عندهم مشكله في التمركز
في الكرات العرضيه سواء احمد ايمن منصور او علي جبر. الاثنين بيتمركزوا بشكل يعني دخل فيهم هدفين من كرات عرضيه. أي. وحتى الهدف الضربه ثابته بكره عرضيه. يعني سواء التمركز في الكره العرضيه المتحركه او الثابته ثلاث اهداف من خمسه. فده بياكد ان عندهم مشكله. برضو في حاجه ثانيه، التمرير الطولي خلف الباك الشمال خلف عمر جابر، والتمرير الطولي برضو تسبب في ضربه جزاء. اذا عندهم مشاكل واضحه جدا في التمركز في الكرات العرضيه وفي الضربات الثابته. لو بصينا على الصوره هتلاقي حضرتك اهو، دي هدف الاتحاد السكندري، هدف من ده الجونه، ده هدف الجونه، هدف من كره عرضيه اتصلحت لاسلام عبد النعيم عندهم ومن ورا عمر جابر. هنلاقي ان عمر جابر بالعرض. اتلعبت بالعرض وجت جون اسلام عبد النعيم. تمام. الصوره اللي بعدها هيبص حضرتك دي الضربه الثابته، عشان كده بقول لحضرتك النهارده حمدي فتحي مهم جدا قوي لانه مميز بلعب ضربات الراس في الضربات الثابته. عندهم مشكله في التمركز في الضربات الثابته. ادي هدف الاتحاد السكندري فيهم، والهدف اللي بعده برده ده هدف الاتحاد من كره عرضيه. اذا عندهم مشكله واضحه في التمركز في الكرات العرضيه. ان شاء الله النهارده نقدر نستغلها سواء مروان بدا سواء ازارو سواء حمدي فتحي، الناس اللي هي مميزه في العاب الهواء. طيب اخر صوره معانا لا توقيت استقبال الاهداف لبيراميدز تحت قياده رامون دياز. طبعا هم استقبلوا، لو بصينا على توقيت الاستقبال هنلاقي ان هم استقبلوا هدفين في اخر ربع ساعه في الشوط الاول وهدفين في اول ربع ساعه في الشوط الثاني. دي فترات اللي هي ايه بيستقبلوا فيها الاهداف اكتر، يا اما اخر ربع ساعه في الشوط الاول يا اما اول ربع ساعه في الشوط الثاني، لكن ما استقبلوش ولا هدف في اخر ربع ساعه. بالعكس هم بيسجلوا اكتر في اخر ايه نص ساعه. ده دليل ان الراجل رامون دياز مدرب بيعرف يرى المباراة بشكل كويس ومدرب داهية تكتيكية يعني. تمام. إذا لازم ياخدوا بالهم وإحنا لازم ناخد بالنا أو نركز على نقاط القوة اللي عندنا اللي هي طبعًا. الوقت الأخير أو الدقائق الأخيرة وفي نفس الوقت بداية الشوط الثاني، وهي نقاط الضعف عندهم. هم عندهم كمان نقاط قوة، يعني لازم إن أنت زي ما قلنا الجبهة اليسرى تقفلها بشكل كويس سواء عمر جابر أو كينو، لازم تخلي بالك منها، لازم تسيطر على وسط الملعب عبد الله السعيد وبنافينتي ودونجا، لازم تمسك منهم وسط الملعب، لازم تسيطر، لازم تعمل ضغط عالي، لازم يكون في قوه النهارده وشراسه وروح اكتر ان شاء الله، خاصه ان لعيبه بيراميدز بشوفهم ان هم في المباريات الكبيره بيظهروا عكس المباريات الصغيره، اللعيبه اللي هي بتلعب مش نادي جماهيري قوي طبعا زي النادي الاهلي، فبيظهروا بشكل اكبر في المباريات الكبيره. تمام. عكس المباريات الصغيره بيستهتروا بيها، لكن طبعا النادي الجماهيري اللي زي النادي الاهلي بيلعب كل المباريات واحد. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذه المباراه. قلنا لحضراتكم نقاط القوه والضعف من خلال الارقام، الارقام بتقول ايه من خلال دكتور احمد ثابت. قلنا لحضراتكم ايه هي اهم نقاط القوه والضعف ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز. بعد المباراه ان شاء الله هيبقى معانا دكتور احمد ايضا في فقره هنتكلم فيها بقى عن مين افضل اللاعبين برضو من حيث الارقام والاحصاءات. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله وربنا يكرم باذن الله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل او تقرير نشوف توقعات جمهور النادي الاهلي عن هذه المباراه. نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان، هنساله عن طاقم التحكيم والكلام كتير جدا أثير عن طاقم التحكيم. صعبة جدا، فريق بيراميدز فريق جاهز، فريق كبير، فريق عنده لعيبة على مستوى عالي جدا، بس مهما كان احنا الأهلي عندنا لعيبة مستوى عالي جدا جدا جدا. اللي ينقصنا بس ان اللعيبة يثقوا ان هم يقدروا يفوزوا على بيراميدز وعلى أي فريق تاني. إن شاء الله النتيجة هتبقى لصالحنا، وإن شاء الله 2-0 التوقعات الأول، وان شاء الله احنا وراهم ومسندينهم للنهايه. معلش الماتش اللي فات كانت يعني الاهلي بيمرض انما لا يموت، فان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 ونركب الدوري ونكمل ان شاء الله. وهو ده النادي الاهلي برجالته، واحنا وراه وبنسانده على طول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هو طبعا هيبقى ماتش قوي جدا بين فريقين، طبعا ان شاء الله النادي الاهلي هو الرابح باذن الله، والاهلي معودنا على كده دايما في الماتشات الصعبه باذن الله يكون قدها باذن الله. واحنا عايزين الروح اللي كان بيلعب بيها في ماتش سان داونز يعني باذن الله يعني نكمل بكده ونفوز، وده هيبقى ان شاء الله ده هيبقى بدايه او يعني بدايه النهايه ان احنا ناخد الدوري ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي طالما ركب الدوري باذن الله ما ينزلش ان شاء الله باذن واحد احد. والله طبعا هو تمنياتي الاهلي يكسب اكيد، توقعاتي الماتش هيبقى صعب. الاهلي يعني بيمشي على سطر ويسيب سطر، بيراميدز بقاله فترة ماشي الكيرف طالع لفوق، فهيبقى ماتش صعب جدا يعني، ونتمنى الاهلي يكسب ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيكسب باي طريقة بقى علشان اللي حصل الفترة اللي فاتت دي. هو طبعا يعني احنا خرجنا من البطولة بس الحمد لله يعني قدر ولطف،
بس مهم الدوري بقى يعني خلاص. بس ان شاء الله هنكسب يعني، ان شاء الله بسكور كبير. اكيد ان شاء الله الاهلي هيكسب باذن الله، ونحقق باذن الله فوز كبير عليهم. والمباراه دي باذن الله اللي هتحسم لنا الدوري. احنا كلنا ورا النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وهنفضل مهما كانت النتائج وراهم، لان ده النادي بتاعنا وفي قلبنا بصرف النظر عن التوفيق في النتيجه من عدم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء ما قبل المباراه. هنتكلم عن طاقم التحكيم مع خبرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان. ازيك كابتننا؟ مشرف ومنور. بشرف ليا كابتن اسلام. إيه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. خش على التقيل. طاقم تحكيم كرواتي لمباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز. ايفان بيبيك من مواليد 30 مايو 77، وبقية الحكام المساعدين. رأي حضرتك في اختيار الاتحاد، لجنة الحكام لاختيار هذا الطاقم لإدارة هذه المباراة الهامة جدا؟ اختيار غير موفق. غير موفق طبعا على طول كده. طبعا بص، احنا بنتكلم بالأرقام يعني، واحنا انا صريح مع حضرتك يعني، يا رب يعمل ماتش كويس قوي ان شاء الله. بس احنا عندنا بعض الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها بسرعة. ايفان بيبيك من كرواتيا كان من حكام النخبة الأول، كان في 2010 اختاروه من ضمن حكام اللي هيديروا كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وبعد كده تم استبعاده. لماذا تم استبعاده؟ مستوى فني طبعا. مستوى فني. وبعد كده نزل من كاتيجوري A اللي هو إليت A في أوروبا، بقى إليت B. شيء طبيعي برضو ممكن يحصل مع أي حكم بس يرجع تاني. بس أنا بتكلم هو دولي من فترة، وأتمنى يا رب يعمل مباراة كويسة. هو لعب قبل كده مباراة قمة بين النادي الأهلي والزمالك تمام، كان في سنة 2007. نعم تمام. النقطة بس اللي أنا فيها استغراب يا كابتن، ماتش الأهلي وبيراميدز ده ماتش قمة النهاردة مظبوط ولا؟ مظبوط. يعني من ضمن الأهلي والزمالك بالظبط، وبيراميدز والإسماعيلي ماتش قمة تمام. حكم بتاع النهاردة لعب في الدوري السعودي السنة دي، ظهر 24 مرة. لعب مباراة في الدوري السعودي، في الدوري السعودي لعب مباراتين كحكم، ولعب 22 مباراة كحكم رابع. 22 مباراة كحكم رابع كان اخرها الاسبوع اللي فات. خد بالك قد تكون بداية او يعني دي انطلاقة قوة بالنسبة له، لان الدوري السعودي واحد من اقوى الدوريات في العالم. مش حكم أنا طبعا في العالم العربي يعني، اقوى دوري في المنطقة العربية كلها. نعم. اقوى من الدوري المصري كمان تمام. بس ما لعبش حكم رابع، ما لعبش حكم رابع 22 مباراة كحكم رابع. ها. وبعد كده يدير هنا مباراة قمة. انا بعيد تاني، ما لعبش 22 مباراة حكم رابع في اي دوري، مش هم دوري، وهنا يدير عندي مباراة قمة. حاجة من حاجتين يعني، انا مستوى الكرة عندي فعلا بعيد قوي، بعيد جدا. 22 مباراة حكما رابعا، ولعب مباراتين حكم ساحة فقط تمام. ومباراتين كحكم للساحة. بالظبط. هي حاجة من حاجتين، احنا الدوري بتاعنا فعلا بعيد قوي عن بقية الدوريات العربية الموجودة. بعيد سلبا طبعا، بعيد سلبا. لا إجمالا. لا يعني انا حكم بيحكم هناك رابع فقط 22 مباراة، ويجي هنا يلعب مباراة قمة. يا رب تبقى انطلاقة ليه كويسة النهاردة. ومع ذلك اتمنى التوفيق هو الطاقم معاه، مع ايفيك مورديتش من برضو كرواتيا، وجاران بيريكيا، وحكم رابع برضو من كرواتيا توهين بيجان. ولغاية دلوقتي انا برضو مش عارف ايه سير الحكم الرابع بيبقى اجنبي يعني. دي علامة استفهام بالنسبة لي. انت بدل ما تجيب حكم رابع اجنبي من وجهه نظري وانا المسؤول، المره الثانيه حضرتك بتقول هذا الكلام بالظبط، يبقى لازم في مبدا تكافؤ الفرص، ونجيب حكام اللي هم الاضافيين اللي بيبقوا خلف المرمى، لان هم برضو ليهم ايجابيات كتيره بالرغم من سلبياتهم ممكن تبقى موجوده. بس طالما عندنا مباراه يا كابتن اسلام بتتلعب بخمس حكام، لازم كل المباريات تتلعب برضو بخمس حكام. ما ينفعش فرقه طول الموسم بتلعب بثلاث حكام وبيت الفرق تلعب خمس حكام. ده وجهة نظري أنا، ولازم طبعا الناس المسؤولة عن التحكيم ياخدوا بالهم من النقطة دي، لأن مبدأ تكافؤ الفرص ده مبدأ مهم جدا. طيب قبل بس ما نكمل كلامنا مع كابتن سمير عثمان، عايز أقول لحضراتكم انتهت مباراة نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، وبيرتفع رصيد نادي الزمالك للنقطة 60، ويتصدر الدوري العام مؤقتا حتى نهاية مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز. ساعتها بقى هنقدر نقول إيه اللي هيحصل بعد نهاية المباراة. وبالتالي فوز لنادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء للنادي الإسماعيلي.
بسرعه كده سريعا يعني، هل انت شفت النهارده في حكم السربي في مباراه النادي الاسماعيلي والزمالك؟ لا بصراحه ما تابعتوش، ما تابعتش المباراه، كنت جاي في الطريق طبعا النهارده 13 ساعه بالمتين. بالظبط الدنيا صعبه قوي، زحمه الدنيا صعبه معلش. لكن طيب خلينا نرجع تاني لطاقم التحكيم الكرواتي، وبالتالي حضرتك شايف ان هو اختيار غير موفق كوجهه ارقام بالاحصائيات طبعا غير موفق. اتمنى له النهارده التوفيق، لان بعد لك كابتن اسلام بالسؤال بسيط جدا، دي مباراه قمه النهارده ولا لا؟ ممكن يتحدث فيها بطل الدوري والتاني لا، برضه بنسبه كبيره لازم اجيب لها مباراه على قد الحدث بناء على الهيستوري والتاريخ بتاعه. تمام. يا رب ان شاء الله يعمل مباراه كويسه وينجح من المباراه. احنا في النهايه عاوزين ان كل فريق ياخد حقه، ودي رقم واحد، ورقم اتنين يبقى اضافه ويدي خبراته للحكام المصريين ان هم اللي بيتفرجوا دلوقتي على معظم الدوري المصري يعني. طيب اهم مميزات هذا الحكم، هو هادي. هادي هادي طبعا مش بيتسرع، خاصه في الكروت انا اتفرجت له قبل كده على كذا مباراه يعني، يعني نادرا لما يدي كارت احمر يعني خلال الموسم بتاعه، الا لو بتبقى في كور مستحقه. انما هادي تقديراته الفنيه في بعض الاحيان بتبقى توصل نسبه 80% او 85%. النهارده اللي ينجح الحكم حاجتين، سلوك اللاعبين معاه في الملعب، لو سلوك اللاعبين معاه في الملعب هيساعده كويس جدا. تاني نقطة، لو ما جالوش اختبارات داخل منطقة الجزاء يبقى مش هنتكلم على أي كلام خالص، طالما ما جالوش اختبارات داخل منطقة الجزاء يبقى المباراة تعدي معاه لبرة الأمان. لما طيب. الاختبار السليم للحكم والصعب أما تجيله ألعاب داخل منطقة الجزاء. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع كابتن سمير عثمان، ولكن نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم لهذه المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم. أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي اليوم أمام بيراميدز، حيث تم استخدام طاقم تحكيم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك ويعاونه إيفيكا مودريتش وجورام بريكا وتوموهين بيجيان حكم رابع. الحكم الكرواتي من مواليد 30 من مايو عام 1977 بمدينة رييكا الكرواتية، يعد أحد أفضل الحكام في كرواتيا، تم اختياره لإدارة العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا. إيفان يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والإيطالية بجانب الكرواتية اللغة الأم، حصل على الشارة الدولية عام 2003. أدار الحكم الكرواتي حوالي 117 مباراة دولية، أشار خلالها البطاقة الصفراء 535 مرة والبطاقة الحمراء 38 مرة واحتسب 40 ضربة جزاء. أدار الحكم الكرواتي هذا الموسم 23 مباراة، أشار خلالها 89 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة واحتسب 5 ضربات جزاء. سبق للحكم الكرواتي أن أدار مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز التي جمع بينهما يوم 17 من سبتمبر عام 2007، وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدف من دون رد سجله الماجيك محمد أبو تريكة. اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم بيبيك ضمن القائمة الأولية للمشاركة في تحكيم مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 في جنوب إفريقيا، لكنه استبعده من القائمة النهائية لحكام المونديال الذي أقيم في القارة السمراء للمرة الأولى. كانت آخر مباراة أدارها الحكم الكرواتي مباراة لوكوموتيفا وهايدوك سبليت في الدوري الكرواتي الممتاز يوم 14 من إبريل الجاري، وانتهى بفوز هايدوك سبليت بهدف من دون رد. We'll be right back.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن سمير، اذا حضرتك شايف ان اختيار هذا الحكم اختيار غير موفق بمقارنه مع قوه بالارقام اللي عند حضرتك او مقارنه مع قوه المباراه، مباراه قمه النهارده لا كان لازم يجي حكم برضو اسم كبير. يا رب باذن الله ما تبقاش في مشاكل في المباراه، ما فيش اختبارات في ال 18، يبقى الحكم هينجح بالمباراه ومش هنحس بيه خالص. طيب ماذا يفعل كي ينجح بهذه المباراه الحكم؟ لازم يبقى مركز كويس جدا، ولازم يبقى عارف انه بيلعب برضو لاسمه بحكم دولي. كل الحكام الدوليين مباراتهم المفروض تبقى مراقبة، يعني هو لازم يحافظ على اسمه. المفروض بتبقى مراقبة ازاي يا كابتن؟ من مين؟ أو مين اللي بيديله؟ مين بيدي تقرير؟ أو مين اللي مش عارف؟ الاتحاد الأهلي هنا لازم يبعت صورة هنا النهار. اه بالظبط. اه الاتحاد لا 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 الاتحاد المصري، الاتحاد المصري بتاع البلد المحلي لازم يبعت صورة من تقرير المراقب لمكانين، للاتحاد بتاعه والاتحاد الدولي، عشان ده حكم دولي. يعني لازم بعد المباراة، بس يا رب التقرير يعني يبقى في تقرير. مين يعني اللي بيكتب التقرير ده؟ مراقب الحكام. يعني لازم لجنة الحكام النهارده تعين مراقب الحكام غير مراقب لجنة المسابقات. مراقب لجنة الحكام المفروض ده بيعمل التقرير بتاعه، بيبقى هو عارف الكلام ده كله المفروض. طبعا طبعا اي حكم دولي كده لان عارف ان في تقرير بياخده بالتقرير دي يا كابتن، بتوصيات وريكومنديشن، طالما فرقه بلد من بره بس احتراما لازم طبعا ياخده بيها. بس طبعا لازم المراقب برضو على مستوى عالي برضو، خلي بالك انت كيف يتم اختيار الحكم يا كابتن؟ لانه الحكم ولا المراقب؟ الحكم. أوكي. الحكم معلش، انا اصلا اشمعنى الحكم ده؟ بص اللي يعني انا الكابتن عصام وهو قاعد بيفكر في كيفيه، مش هو بيفكر ولا انا ما اعرفش طبعا ازاي يعني الخطوات التي يتم اتخاذها عشان اقدر اجيب. يعني انا دلوقتي عندي ماتش الاسبوع الجاي الاهلي والمصري. كويس. خلاص كويس. الاهلي والمصري معروف ان هم يوم 25/4. تمام. فانا من دلوقتي هبتدي ابعت، فببعت بالزبط. انا كلجنه حكام ببعت لثلاث اهم ثلاث وتبعت ايه بقى؟ تبعت يعني إيه؟ انا المفروض ابعت ايه؟ هو ده اللي انا عايز افهمه. او الناس عايزه تفهمه. اوكي. المفروض الصح اللي بيتعمل اللي زمان كان بيتعمل ايام كابتن محمد حسام طبعا الله يرحمه اللي جاني السابق، كان بيبعت ايه؟ يبعت مثلا للمجر عاوز فيكتور كاساي بالاسم. الله وده اللي بيحصل. ده زمان، دلوقتي لا. انا عاوز فيكتور كاساي من المجر، خلاص يبقى انا بعت ايه؟ ايميل للمجر. تمام. اروح بعد كده مثلا عاوز مردوفيتش من صربيا، اروح باعت له بالاسم. بالاسم بالاسم. طب افرض الاثنين وافقوا، انا اختار بس لازم اعتذر بقى. اللي انا اعرفه هنا، اللي انا اعرفه هنا وده متاكد، اللي انا اعرفه من لجنه الحكام الرئيسيه، هم بيعملوا حاجه انا شايفها مش صح. بيبعتوا ال10 نفترض مثلا لو 6 وافقوا بيختاروا واحد والباقي ما يعتذر لهمش. فتاني مره ما انت تي ده خلي بالك بصر. انا بقولها لك دي والله في حكام من بره هم اللي قالوها لي، حكام من بره يعني مش لدي ذكر اسمائهم، حكام من بره في اوروبا بيقولوا انتوا قبل كده بعتوا لنا وبعد احنا ما وافقنا انتوا ما ردتوش علينا. فتاني مره انتوا ما بعتوا احنا ما ردناش. فالمفروض يعني المفروض انت طالما انك بعت ال10 معلش خلينا تاني العشر. احنا في ال10 دلوقتي ابعت ل10 اتحادات. بالظبط. ال10 اتحادات رد منهم 5 بالظبط، بيختار واحد من الخمسه والمفروض تعتذر للاربعه على اساس اعتذرت. انت بقى انت بقى على اساس ايه بتختار انت السيره الذاتيه بتاعته؟ مين بقى هو؟ كابتن عصام ولا طبعاً اللجنه؟ لا لا كابتن عصام طبعا، عصام واللجنه يعني. بس هو المفروض ايه؟ المفروض يقول اسم. انا فيكتور كاساي من المجر مثلا. لازم يختار اسامي. ليه؟ انا مثلا سي النهارده انا بعت للمجر، ممكن يديني اي حكم. انت مثلا ايه في المجر مثلا في 9 حكام دوليين، ممكن يبعت لك اي واحد. ليه؟ انت ما اخترتش. او ممكن انت تعمل ايه؟ انا عاوز كاتيجوري ايه. والطبيعي يا كابتن اسلام اي مباراه قمه دوله اجنبيه، عاوزها ما احنا نعتبر دوله اجنبيه للدول اللي بره. لازم يجي لي افضل حاجه. لان هو كلها سعر واحد، حكام كلهم سعر واحد. حكام العالم كلهم سعر واحد، معروفين. انت اليوم ب 500 دولار، اليوم الحكم ب 500 دولار، يعني انت تجيب 4 حكام يعني 2000 دولار، سي هيقعدوا مثلا 3 ايام يبقى 2000 في 3 يبقى 6000 دولار مع الاقامه والمصاريف الطيران والاقامه، تعمل لها حوالي 7-8000 دولار ثانيه. بس هو ده ده المفروض ده الاختيار الصح، لان ده الاختيار اللي طيب. اللي اي دوله بتعمله بتبعت للاتحادات الاجنبيه بالاسم عاوزين فلان. طيب كابتن سمير اخيرا توقعاتك الى هذه المباراه، توقعاتك لطاقم التحكيم في هذه المباراه. هيبان من اول 10 دقايق يا كابتن اسلام، لو ان شاء الله الحكم ايفان لو كان هادي باذن الله، ولازم يفرض شخصيته على اللعيبه، لان اللعيب بيختبر الحكم في بدايه المباراه. بدايه كمان من اختيار كره المباراه، لو قريب من كل كوره ومركز مع كل كوره ان شاء الله، والحكم ده عاوز ينجح، انا نصيحه ليه لازم يكون النهارده اناني. اناني يحب اسمه بس.
فكره حلوه جدا، او يعني كلمه حلوه جدا هختم بها هذه الفقره، ان احنا بعد المباراه ان شاء الله هيكون لنا فقره ان شاء الله نتمناها ان شاء الله تكون بسيطه وما تبقاش طويله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن سمير. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل بقى ضيوفنا الكبار النجوم، كابتن محمد حشيش، الكابتن احمد بلال، وايضا كابتن تامر بدوي بعد هذا الفاصل. وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في الساعة التي ما قبل المباراة. نجم الكبير الكابتن محمد حشيش، كابتن مشرف منور وسعداء بوجودك معانا النهارده، إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله بإذن الله، يوم سعيد علينا إن شاء الله بإذن الله. يا رب. أيضا النجم الكبير كابتن أحمد بلال، كابتن مشرف منور وسعداء بوجودك وبالتوفيق إن شاء الله. ربنا يخليك يا إسلام، أشكرك، ربنا يكرمك وبالتوفيق لنا النهارده إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. أيضا النجم الكبير كابتن تامر بدوي، إزيك يا تمور؟ حبيبي يا كابتن إسلام، منور الدنيا. بالتوفيق إن شاء الله النهارده، وتبقى المباراة جيدة تليق باسم النادي الأهلي وتليق أيضا باسم نادي بيراميدز. خليني أبدأ بتشكيل النادي الأهلي، لسه جاي لنا حالا تشكيل النادي الأهلي. في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع من اليمين للشمال أحمد فتحي كباك يمين، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف اثنين استوبارين، ثم علي معلول ناحية الشمال، اثنين في وسط الملعب حسام عاشور وعمر السلية، ثم خلف وليد أزارو المهاجم الوحيد، ثلاثي حسين الشحات وصالح جمعة وجيرالدو، ده الثلاثي اللي خلف وليد أزارو كرأس حربة وحيد. كابتن حشيش تعليقك على التشكيل. يعني التشكيل بالنسبة لي مش غريب، كان متوقع، اعتمد طبعا في الجزء الأمامي على السرعات لإحساسه طبعا بالخلل اللي موجود في فريق بيراميدز في خط الدفاع، عندهم فيه بطء شويه بالذات المساكين، فاعتقد ان هو تشكيل مناسب. بنشوف طبعا رجوع طبعا صالح جمعه بعد تألقه في اخر مباراه للدوري، ان شاء الله يبقى عليه دور كبير جدا جدا. هنتكلم عن اللعيبه لكن تمام. انا بتكلم بشكل عام، انت بشكل عام طبعا انسب تشكيل انا شايفه موجود، وده اللي كان متوقع يعني. بلال، انت شايف التشكيل كده بشكل عام، هل هو تشكيل هجومي، تشكيل دفاعي، تشكيل متوازن من وجهه نظرك؟ لا انا بشوفه كده تشكيل متوازن، يعني النادي الاهلي النهارده بيلعب بتشكيل اتكلموا على بعض. طب راحت خلاص، معلش اتفضل يا كابتن حشيش. الكره اللي هتتقطع في نص الملعب هتعمل خطوره كبيره جدا جدا لا قدر الله على النادي الاهلي، لان هم عندهم سرعات كبيره جدا جدا. انا شايف ان اخطر واحد في فرقه بيراميدز النهارده تراوري، عنده كميه جري غير عاديه سواء في الناحيه الدفاعيه او الهجوميه، بيروح على الجون على طول يا بلال تامر، كره بتجيله على طول بيبص، او سواء الناحيه العكسيه لو في الناحيه العكسيه بيروح على الجون بيخترق بيعمل اختراقات. كمان هم عندهم اللعيبه اللي على مستوى عالي من المهاره والفكر، ما بيلعبوش يا اسلام اللعب النمطي صح، يعني ما بيعملوش الدبل باس والباك يطلع الماتش اللي فات وعنده داخل فيه جون، ودي الخطوره فيهم وبيريسكي. يعني تلاقي مثلا عبد الله السعيد مثلا مرقص وباصص هيلعبها للفاضي، لا بيروح لافف ولعبها للناحيه العكسيه اللي هي صح. رايح، فلازم يبقى فيه نوع من انواع التركيز، لازم بتبقى المساحات عندنا في نص الملعب متقفله وقريبه، لان هم برده بيجيدوا الواحد على واحد، والواحد على واحد دي لما اللعيب بيتفوق فيها بتفتح المساحات بتفتح المساحات، يعني معناها السرعات بعد كده هتتغلب، وهم عندهم السرعات كبيره، فلازم يعني انا اعتقد ان صعب قوي انك تلعب النهارده مان تو مان، انت لازم تلعب مان في الحته اللي فيها الكوره، يعني لازم المسافات تبقى قريبه، ولازم يبقى في ضغط على اللعيبه، وزي ما بقول لك لازم يبقى في لعيبه عندها توقع شويه، لان اللعب النمطي ده اللي مش نمطي بيحتاج ان اللعيبه المقابله لعيبه النادي الاهلي يخلي بالهم من الكور اللي هي زي ما بقول لك ما بتبقاش غير متوقعه. نعم. ودي خطوره بيراميدز، وخطورته ان هو زي ما بقول لك ثاني وثالث ورابع فقد الكره في نص الملعب، لازم يبقى كل واحد يباصي، وعلى فكره برضو النهارده لازم تباصي في الرجل،
لان هيبقى في ضغط عليك في نص الملعب جامد قوي من لعيبه بيراميدز، فلازم الكره تبقى في الرجل، ما تبقاش في المساحه الفاضيه، لازم تبقى في الرجل عشان فقد الكره. اعتقد ان النهارده هو الاساس في الموضوع ده، الاحتفاظ بالكره كويس قوي، عدم فقد الكره، السيطره على نص الملعب، كذلك استغلال حته برضو البطء اللي موجود في المساكين بتوع بيراميدز. انت لو لعبت عليهم ولو شفنا برضو الماتش اللي فات وفكرنا فيه وافتكرناه، هتلاقي الكور اللي بتتلعب بسرعه في نص الملعب بتروح على الديفنس، الديفنس ما بيلحقش يرد. يمكن هو في بعض الاحيان الكور العاليه بيبقى فيهم اطوال زي علي جبر، علي مش موجود النهارده، النهارده مش موجود، يبقى دي برضو فرصه انه لو لعب زي ما قلنا بجيرالدو ناحيه الشمال الكور اللي هي العرضيه، لان برضو جيرالدو ناحيه اليمين لو لعب ممكن بيلم الكره على جوه بيلعبها بتبقى اسهل، بيرفعها بتبقى اسهل على المدافعين. انما لما بيلعب ناحيه الشمال بيعدي وبيلعبها الكره بتبقى خطر جدا. طيب. ودي اللي بيوجدها ازارو. طيب خلينا نروح لكريم احمد من ارض الملعب برضو نطمن على ارضيه الملعب وتشوف الجمهور. الحقيقه جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيزين استاد بتروسبورت وخصوصا النهارده الحقيقه، وسعداء جدا 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 بوجود هذا الجمهور اللي دايما هيقف خلف النادي الاهلي ودايما بيدينا دفعه كبيره جدا. حتى واحنا قاعدين في الاستوديو الواحد اول ما شاف صوره الجمهور كلنا قمنا وكلنا بنتكلم بحماس، هو ده اللي احنا دايما نفسنا نشوفه خلال الفتره الجايه. اتفضل يا كريم. طب كريم اتفضل تاني، احنا كده ممكن نقعد 8 ايام لو ديلي. مرحب بيك من جديد كابتن اسلام الشاطر وكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. باكد على كلامك يا كابتن اسلام، جمهور اكثر من رائع، وتحيه كبيره لمجلس الاداره على المجهود الكبير والاجتماع اللي كان مثمر بشكل كبير جدا. وجهنا الشكر للجهات المعنيه وزاره الداخليه ومجلس الاداره، لان على ما اعتقد المنظر كان هيبقى غير، من غير جمهور المنظر هيبقى كان صعب جدا في مباراه مهمه زي مباراه الاهلي وبيراميدز. الجمهور متواجد بالكامل، يمكن المدرج المخصص لجمهور النادي الاهلي اعتقد يا كابتن اسلام يعني نقدر نقول 2000 مشجع متواجدين. حتى هذه اللحظه كنا بنعمل ان يكون العدد اكتر من كده، لكن مع الظروف وضيق الوقت ويمكن القرار كان صدر في ساعه متاخره، لكن في مجهود بذل بشكل كبير جدا للدعوات اعضاء النادي الاهلي يكونوا متواجدين. جمهور النادي الاهلي ما بنقولش اعضاء، بنقول الجمهور، لان العضو هو مشجع والمشجع هو ايضا كمان من بيت النادي الاهلي. جمهور متواجد، ناس متواجده اكتر من يعني قبل الماتش بثلاث اربع ساعات متواجدين في المدرج، لعيبه النادي الاهلي ولعيبه بيراميدز كالعاده دلوقتي في ارضيه الملعب بيجروا عمليات الاحماء. عايز اكلمك كمان على ارضيه الملعب، يمكن في شغل الايام الماضيه كابتن اسلام على ارضيه الملعب، تهذيب للنجيله، رش الملعب كالعاده، لكن ما يمنعش برضو ان الملعب في بعض المطبات في بعض الاماكن، لكن نوعا ما مقبول عن اخر مباراه كنا متواجدين هنا في بترو سبورت. كان الامر كان صعب جدا وتابعنا كلنا عقده لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير، لكن نوعا ما حتى هذه اللحظه من ارضيه الملعب مع معاينه الكابتن سيد ومع الرش البسيط اللي بيصر عليه بشكل كبير جدا الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ، الارض يعني نقدر نقول مقبوله ان شاء الله، تساعد النادي الاهلي بشكل كبير النهارده على ثلاث نقاط مهمين جدا لفريق النادي الاهلي، ساعدوه بشكل كبير في الحفاظ على الصداره في بطوله الدوري العام، وايضا كمان الروح المعنويه سترتفع بشكل كبير، ليها حسابات كثيره عند الجمهور. هذه المباراه مباراه في الدوري العام، لكن يعني كونها هي مباراه الاهلي وبيراميدز والترتيب الخاص بالفريقين، ان شاء الله باذن الله كل الظروف النهارده يا كابتن اسلام تكون مهيئه. في تجديدات امنيه كثيره جدا جدا يعني من خارج الابواب حتى هنا امام غرف خلع ملابس بالنسبه للاعبي الاهلي وبيراميدز، ايضا كمان الاماكن الخاصه بالصحفيين نقطه مهمه جدا طبقا للاجتماع الامني، وايضا كمان تم الاتفاق على ان تكون الصحفيين في المدرج الخاص بجمهور النادي الاهلي. كالعاده ان احنا نكون متواجدين في استاد بترو سبورت بيكون شمال او يمين المقصوره، ده مكان بيكون مخصص للاعلاميين والصحفيين والقنوات الرياضيه المتواجده في الاستاد، لكن بعد الاجتماع الامني ويمكن تعليمات صادره من الحكمدار وايضا كمان تم الاتفاق بها مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي ان يكون الصحفيين والاعلاميين متواجدين في مدرج بجانب جمهور النادي الاهلي اللي يكون امام المقصوره الاماميه. الاجواء كلها حماسيه، اجواء كلها تشجيع، مجرد لنزول لعيبه النادي الاهلي الى ارض الملعب التشجيع والنداء على اللاعبين من جمهور النادي الاهلي، هو ده الجمهور ان شاء الله النهارده كابتن اسلام. دور الجمهور يكون دور كبير جدا، وايضا كمان روح الفانيله الحمراء النهارده نشوفها بشكل كبير جدا، منتظرين روح الفانيله الحمراء النهارده في ارضيه الملعب، وان شاء الله يكون الثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي، ونكون مستمرين معاك ان شاء الله كابتن اسلام عقب انتهاء المباراه باذن الله مع الانتصار ومع الفوز، يبقى لينا فرحه كالعاده مع الجهاز الفني ولاعيبي النادي الاهلي، وايضا كمان نحاول ان احنا كمان نسجل مع جمهور النادي الاهلي المتواجد هنا في استاد بترو سبورت. عوده ليك يا كابتن اسلام وكل نجوم الاستوديو التحليلي.
شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه المعلومات. بلال برضو خلينا نروح للناحية الفنية. 4-1 4-1 وهي طريقة تبدو مختلفة عن الطريقة اللي بيلعب بها النادي الأهلي وعن الطريقة اللي بيقابل بها النادي الأهلي كل الفرق الأخرى. يعني معظم الفرق اللي كان بيلعبها النادي الأهلي كان بتلعب بثلاثة أربعة اثنين ثلاثة واحد. هل من الممكن النهاردة يكون في لخبطة شوية؟ بص ممكن ما يكونش في لخبطة كتير يعني أنا أعتقد في بعض الأوقات ممكن تراوري هو اللي يلعب جنب دونجا وتتقلب الطريقه ال 4 2 3 1 الطريقه المعتاده اللي بيلعب بيها تراوري ولا يلعب جنب دونجا مش فاروق ولا عبد الله. لا فاروق لا بيلعب طرف ملعب وعبد الله السعيد خد بالك بقاله اكتر من مباراه هو بيستغله في الحته دي. هو بيعرف يعمل الاسيست بشكل كويس قوي لقدام. هو اللاعب رقم 10 اللي بيعتمد اللي بيعتمدوا عليه في التشكيل بتاعهم. فالنهارده اعتقد ان هيدي المهام الدفاعيه لتراوري شويه. لعيب قوي لعيب سريع بيتعب بسرعه لياقته البدنيه عاليه لعيب متواجد في الملعب بيكمل في الناحيه الهجوميه زي طريقه النادي الاهلي كده شبيهه انك بتلعب بحسام عاشور والسوليه. السوليه اللي بيكمل وعاشور دايما هو اللي هو اللي ساب. هو كان مقربه كتير الفتره اللي فاتت اليك. انا بتكلم على تراوري تمام. هو كان مقربه كتير قوي يعني كان بيحاول يقربه من مرمى المنافس تمام. بشكل واضح جدا طبيعي خد بالك هي دي نقطه المباراه النهارده. المباراه النهارده صعبه على المديرين الفنيين يعني في كل مباراه الاهلي بيلعبها او بيراميدز هو دايما بيكون هو عنده الادفانتج ان هو اللي يهاجم هو اللي بيبني الخطه بتاعته. انا هاجم بنسبه 70-80% حتى النادي الاهلي في كل المباريات بتاعته ما كانش بيعمل حساب الخصم قوي. النهارده كان بيبني الخطه انا هاجم ازاي هشتغل ازاي هلعب على نقاط الضعف بتاعه الخصم ازاي انا هقدر اسجل واطلع من الماتش كسبان. النهارده المباراه شويه فيها صعوبه فيها 50% بتلاعب فرقه عندها امكانيات كبير فرقه تكاد تكون مشابهه للنادي الاهلي في كل حاجه لعيبه وامكانيات قريبين من النقط فرقه صعبه. النهارده حاجه واحده بس مفيش الضغط الجماهيري طبعا. النهارده انت بتبني الخطه بتاعتك او تشتغل عليه بتشتغل انك انت ازاي هتدافع تمام وتامن بشكل كويس قوي وازاي في الناحيه الثانيه هتهاجم وتسجل اهداف وتطلع كسبان من المباراه طيب. عكس المباراه اللي فاتت كلها يا كابتن يعني طيب. انت ان حتى بيراميدز النهارده في طريقه لعبه المباراه اللي سبق اللي فاتت هو دايما الافضل عنده الافضليه لعيبه افضل امكانياته اعلى هو دايما بيسعى للمكسب بشكل كبير فبالتالي كان ممكن يلعب واحد ميدفيلدر والتاني يقدمه يلعب في الحته اللي قدام عشان كده كنا بنشوف تراوري في بعض الاوقات بيتقدم في الحته اللي قدام عشان هو دايما اللي ضاغط. النهارده بيلعب النادي الاهلي الاسلوب ممكن يبقى مختلف شويه لازم يامن بشكل كويس عارف برده ان لعيبه النادي الاهلي عندها امكانيات عندها سرعه عندها مهاره فبالتالي هيبقى مجازف قوي انه يلعب بواحد بس في نص ملعب النهارده تمام. ولكن تامر رامون دياز من المدربين الريسك المجازفين ما عندوش مشكله يعني الماتش اللي فات كسبان او انا اسف مغلوب ومطرود منه واحد وبينزل بمهاجم وبيطلع مدافع وغير طريقه اللعب تمام لعب 3-1-4-1 لعب 3 فقط ورا لو كان استغل اللي عمر الميداني وبعدين عمر جابر سنتر باك بيمين ناحيه اليمين واحمد ايمن منصور وبعد كده غير دونجا عشان دونجا كان بدا من العمل البدني عنده نزل فتحي وبعد كده احتفظ بالاربعه اللي لعبهم كينو وعبد الله السعيد وبنافنتي وايريك تراوري ونزل ناصر نقص واحد من المدافعين وزق اللعب خلاه في نص ملعب الاتحاد مظبوط يا كابتن بلال. انا عاوز اتكلم اتفضل يا هل ده كمدير فني برضو خلي بالك ده ريسكي يعني تقلق ان هو ممكن في اي وقت يعمل كده ولكن انت ممكن طبعا انا اسف مش قصدي حاجه ولكن فارق الامكانيات ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد كبير. حلو لسه كنت هقول لك هي دي الاجابه. بص يا اسلام في نقطه مهمه جدا النهارده انا اولا موافق كابتن بلال على حته ان ايريك تراوري لما بيراميدز هيخسر الكوره هيرجع يبقى جنب دونجا يبقى هو اول واحد هيرجع يبقى جنب دونجا مظبوط وبالتحديد هو اللي هيميل على عدله جسمه زي ما لعب كتير جدا في المقصه هو اللي هيبدا يراقب علي معلول في الادوار الهجوميه اللي هيقوم بيها علي معلول. ومتاكد يا اسلام ان محمد فاروق عنده تعليمات بفارق السرعه بتاعه الكبير انه هيتحرك في المساحه اللي في ظهر علي معلول لما يبدا يزيد يعني اول خاصه ان انت عندك لعيب باسير كويس جدا ان انت ممكن تسلمه بسرعه اللي هو عبد الله السعيد لو قطعت الكره كبيراميدز وسلمت الكره ممكن يقوم داخل لجوه وعاملها في ظهر معلول بسرعه يوصل لمحمد فاروق ل اذا هو عامل حاجتين عشان كده اسلام في نقطتين متشابهين جدا في تشكيل الفريقين عارف ايه هي ان واحد من كل سنتر باك في الفريق سبق لي انه قبل كده لعب باك ليفت ولعب سنتر باك ناحيه الشمال وجهه نظري الشخصيه ان دياز بيلعب باحمد ايمن منصور عشان يامن الحته اللي في ظهر عمر جابر لما يزيد. احمد ايمن منصور لعب في المصري باك ليفت صريح ولعب سنتر باك صريح تمام. فالراجل هيقدر يغطي في ظهر عمر جابر لو في هجمه مرتده اتعملت في ظهر عمر جابر ونفس الشيء ايمن اشرف اتمنى ان انا اشوف تعليمات لايمن اشرف ان في حاله معلول لو وصل للخط في كره زي اللي بيعملها كروس دي
معلول وصل فيها لازم ايمن اشرف يميل شويه ناحيه الشمال وكانه بيروح في ظهر الباك الليفت، وحسام عاشور يثبت شويه يامن مع ياسر في عمق الملعب. طيب كابتن حشيش، كلام تامر معناه ان كده هو حاطط اريك تراوري يشوف الناحيه الهجوميه وكذا وكذا وكذا، ولكن دايما عينه هيبقى هو اللي بيقابل علي معلول من وجهه نظر انا التاني. احساسي حاجه ثانيه، وخليني اقول لك بقى والناحيه الهجوميه لما يجي يعمل يا فاروق، او هو بناء على كلام تامر يعني ان هو بيقول للفاروق او رامون دياز متكلم مع فاروق، اول ما تتقطع الكوره اقطع ورا معلول علي معلول، وبالتالي هو واقف باتنين لعيبه، واحد قدام علي معلول يقف قدامه اللي هو اريك تراوري، في نفس الوقت حاطط واحد يجري في النواحي الهجوميه اللي على النادي الاهلي اللي هو محمد فاروق، وعنده واحد زي عبد الله السعيد الحقيقه، وواحد زي دونجا، الاثنين اللونج باست بتاعهم رائع. عشان كده انا عندي احساس ثاني ان هو هيخلي اريك تراوري الناحيه الثانيه ناحيه معلول، هو اللي هيقوم بالدور اللي انت بتقول فاروق هيعمله. انا احساسي ان اللي هيعمل الدور ده العكس، يعني فاروق في الحته دي يعني فاروق اللي هينزل تحت مع دونجا كابتن حشيش بالظبط كده، واللي هيلعب على الحته الفاضيه لانه بيجدها قوي تراوري، عنده سرعات والكورسات اللي بيعملها طبعا، يعني هو بيبص من الناحيه الثانيه ان انت عندك معلول هو المتنفس او الرئه بتاع النادي الاهلي على طول طاير لقدام، والمفروض اللي يبقى تحتيه مغطي الحته دي السوليه، السوليه المفترض برضو ان هو اللي هيزيد مش عاشور، فممكن في اعتقاده انه ممكن يبقى في خلل في الحته الشمال دي، عشان كده هو حاطط تراوري وحاطط فاروق الناحيه الثانيه ننزل لتحت شويه. كذلك اعتقد ان فاروق موجود النهارده بالتحديد لان كينو دايما بيلعب دايما على الخط، ما بيدخلش لجوه كتير، بيلعب على الخط، والنهارده هيبقى على الخط على الخط عشان برضو يعني يوقف احمد فتحي في انطلاقات احمد فتحي. المصدر الخطوره اللي هتبقى النهارده موجوده من محمد فاروق، محمد فاروق بيجيد الاختراق بين الاثنين المساكين. برافو عليك يا كابتن. بين طبعا عندنا ياسر ابراهيم وايمن. ما بين كمان السرد باك والباك. خلي بالك ان ايمن اشرف برضو بالتلقائي ان هو بيلعب اساسا ناحيه الشمال ايمن اشرف، فهتلاقيه برضو مايل على معلول سنه. هيبقى فاضل بس ياسر ابراهيم، الحته اللي في النص دي هو التخوف منها، لان ممكن الراجل اللي هو ناصر منسي ده محطه وممكن ياخد يفضي المساحه دي لواحد زي فاروق. فاروق عنده الحتتين، عنده الاختراق في الحته بين السرد باكين بيجدها وعنده سرعات وبيروح على طول وعمل خطوره منها الماتش اللي فات، كذلك التصويب من بره، هم عندهم التصويبات من بره برده يعني من الاسلحه الكبيره قوي بتاع بيراميدز، عنده عبد الله السعيد بيشوط كويس، وعنده برده محمد فاروق بيجيد الحته دي وكينو. فهو وكينو طبعا هو اللعب كله هيبقى في الحته اللي هي من العمق، لان هو متخيل ان النادي الاهلي بيهجم بالطرفين بتوعه هم مصدر التفوق بتاع النادي الاهلي، وبالتالي هيبقى في تغطيه من النادي الاهلي عن طريق السوليه وعاشور ناحيه فتحي، فالحته اللي في النص دي هي اللي هتبقى مصدر الخطوره لو حد من السردباكين، وانا برضو بحذر من دلوقتي يعني السردباكات او المساكين بلاش ينقادوا وراء التحركات، بلاش يطلعوا ويسيبوا الحته بالذات اللي هي في العمق دي، لان دي اللي هتبقى مصدر الخطوره. انا مستمتع جدا النهارده بالكلام، لانه كل واحد فينا بيبقى، انا كنت رايح اسال تامر سؤال لقيت بلال فتح لي حاجه، فسالت تامر في السؤال بتاع بلال ورحت للكابتن. يعني الحقيقه النهارده مستمتعين الحقيقه جدا بالاستوديو التحليلي والكلام الفني، ولكن خلينا نطلع برضو نشوف تقرير عن المباراه، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم بقيه الكلام الفني، نتكلم اكتر بقى عن الناحيه الهجوميه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن بلال، كل الكلام الفني احنا عمالين نتكلم فني فني فني، ولكن في النهايه ايضا المباراه ممكن تكون مختلفه تماما على ارض الملعب، يعني ممكن نشوف شكل تاني للنادي الاهلي وشكل تاني لبيراميدز على ارض الملعب. من وجهه نظرك مين اللي هتبقى ايده او يعني هو الافضل من بدايه المباراه؟ شوف انا زي ما اتكلمنا، هي البدايه كلها في التشكيل بتاع الفرقتين او تشكيل النادي الاهلي، انا شايفه تشكيل جيد. النهارده صالح جمعه النهارده عليه عوامل كبيره جدا، النهارده لعيب لو فايق النهارده اعتقد ان النادي الاهلي هيفوق بشكل كبير جدا. خد بالك زي ما الكباتن اتكلموا، يمكن تامر اتكلم وكابتن حشيش اتكلموا على نقاط الضعف عند فريق بيراميدز. الاثنين المساكين، الاثنين السنتر باكس عندهم نقاط ضعف كبيره جدا. خد بالك ايمن منصور متهور شويه، يعني سهل انك تروح عليه واحده بواحد وتجيب منه بنالتي.
عمر الميداني لعيب عنده بطء شويه، فسهل برضه ان انت تشتغل عليه بشكل كويس قوي. فانت النهارده عندك نقاط ضعف تقدر تشتغل عليها بشكل جيد. حته الترابط اللي موجوده ما بين نص ملعبهم وما بين الميد فيلدرز بتاعهم، ما بين السنتر باكس والميد فيلدرز عندهم، فيها مشكله كبيره جدا يا اسلام. اه هم فرقه ما بتحضرش بشكل كبير، يعني هم بيعتمدوا على السرعات دايما في لعبهم، التحضير بتاعهم يمكن قليل شويه، باصه الثانيه الثالثه تلاقيهم لعبوا على طول يا محمد فاروق ياكين، هم فرقه سريعه بيلعبوا كره سريعه، ولكن عندهم مشاكل في حته القلب دي، ودي برضو قافت الكره المصريه، قافت كل الكره المصريه، انك دايما عندك القلب الدفاعي، قلب الدفاع عندهم مشكله كبيره جدا في حته القلب. المباراه اللي فاتت اكتر من فرصه خطره الاتحاد السكندري كان ممكن يسجل، الاهداف اللي جت برضو من كرات عرضيه، المفترض لو انت عندك اثنين سنتر باكس كويسين ياخدوا كل الكرات العرضيه، لكن كل الكرات العرضيه في المباراه اللي فاتت لصالح لاعبي الاتحاد. النهارده النادي الاهلي الحاجه المهمه لو في تحركات جيده في ال 18 وكروسات عرضيه جيده، اعتقد الاهلي ممكن يسجل اكتر من هدف. لو شفنا الناحيه الهجوميه يعني الناحيه الهجوميه كلمه الناحيه الهجوميه بتاعت المباراه اللي فاتت، الهدف اللي سجلناه كان برضو عن طريق كره عرضيه، حته المسك عندهم، حته المان المراقبه، سوء التمركز، سوء التمركز عندهم، يعني عندهم سوء تمركز بشكل غير عادي، يعني بشكل سيء جدا جدا جدا. لو قدرنا نشتغل عليه بشكل كويس اسلام، اعتقد ان احنا هنسجل اهداف كتير النهارده. عندهم برضو مشكله في حته العرضيات، ان الباكين بتوعهم الباك رايت والباك ليفت قصيرين، كل الكرات العكسيه اللي بتتلعب بالعرض لصالح المهاجمين، حصلت المباراه اللي فاتت برضه في مباراه الاتحاد، انك بتلعب كل الكرات العاليه لصالح لاعبي الاتحاد، الجامب خد بالك ده بيفرق كتير جدا في الحالات الهجوميه بتاعتك. النهارده لو الاهلي كان احمد فتحي مركز قوي او علي معلول مركز في الكروسات العرضيه وفي تحرك داخل ال 18 من الاثنين اللي موجودين على طرف الملعب بالاضافه لعمرو السوليه، واشتغلنا الحته دي بشكل كويس قوي، اعتقد النادي الاهلي النهارده هيكون له باع كبير جدا. لكن عشان تشتغل معاهم يا اسلام وتجرهم في الملعب انك تلعب معاهم كره سريعه، هيبقى جيم صعب جدا على النادي الاهلي، لان هم لعيبه سرعة. هم كمان الميزه اللي عندهم زي ما قلت احنا بنحضر كتير، يعني النادي الاهلي فعالته بتحضر كتير، هم ما بيحضروش كتير، هم بيعتمدوا واحده الثانيه الثالثه، تلاقيه على طول بيلعبوا على اطراف الملعب ويعتمدوا على السرعات والمهارات. النهارده برده هتبقى نقطه فارقه في المباراه حاله اللعيبه داخل الملعب، حاله اللعيبه الهجوميه، حاله حسين الشحات، حاله النهارده عمرو السوليه، حاله وليد ازارو النهارده، حاله صالح جمعه، المهارات الفرديه بتاعت كل اللعيب، الحلول الشخصيه بتاعت كل اللعيب في الملعب، بدايه كده مش القلق. هو قال لك الحاجات الفرديه والحلول الفرديه ما بيننا وبين طبعا، لان انت النهارده هيجي عليك مواقف خلاص مش بتاعت المدير الفني، هتشتغل انت فيها لوحدك بامكانياتك بمهاراتك بفكرك. لو النهارده حاله لعيبه النادي الاهلي في الملعب جيده، اعتقد هيكون لنا الغلبه النهارده، بالروح اللي ادينا بيها المباراه اللي فاتت. لعيبه النادي الاهلي كان دايما في روح عاليه في المباراه طول ال 90 دقيقه، لو موجود، لو اللعيبه في المهارات الفرديه بتاعتها موجوده النهارده في ملعب بالروح دي، اعتقد الاهلي هيكون له غلبه كبيره جدا. تامل الضغط هيبقى امامي؟ يعني النادي الاهلي هيبدا ضغط امامي ولا هيستنى كالعاده؟ لا ما اعتقدش يا اسلام، ما فيش ما يدعو ان انت من البدايه تضغط قوي كده، لازم تصبر برده شويه، لان اللي هيخلي المباراه صعبه شويه او زي ما بنقول ما فيهاش ريسك عالي، ان الاثنين عاوزين يكسبوا. ده كانت السؤال اللي انت سالته في حته الاتحاد، هو الراجل كان لا بديل قدامه اللي هو رامون دياز، انه لازم خطر. لانه لو ما كانش كسب الاتحاد كان خلاص خرج بره المنافسه، مظبوط. لكن النهارده هو بيلاعب المنافس بتاعه اللي هو النادي الاهلي، عاوز يكسب لان هو اللي على القمه وعاوز يحافظ على القمه، وهو كمان كرامون دياز المدير الفني عاوز بالظبط عاوز يكسب. فاذا مفيش محدش هيبدا ياخد الريسك مبكر قوي. لكن يا اسلام لو كنت طريقه اعتياديه هنستنى من ثلث الملعب، بلا مش هقول لك من نص الملعب، مظبوط. عاوز اتكلم على نقطه من شقين سريعا. صالح جمعه، عاوز اتكلم على صالح جمعه، لان لو كنت سالتني على المستوى الشخصي، لو انا المدير الفني مكان مارتن لاسارتي، انا النهارده لو سالتني، ومفيش قبل ما اقول لك الطريقه اللي كنت هلعب بيها ايه، مفيش في الكوره حاجه اسمها عيب يا اسلام. لا طبعا، بس طبعا لو انا واثق ان الطريقه دي اللي هتكسبني هلعب بيها. لو انا المدير الفني من النادي الاهلي النهارده، انا كنت هسيب الاستحواذ لبيراميدز، لان انا بلعب كوره عندها فوتبولرز على اعلى مستوى، محمد مجدي قفشه، عبد الله السعيد، كينو، فيهم ناس مش موجوده، محمد مجدي قفشه مش موجود، بنافنت مش موجود، لكن فوتبولرز على اعلى مستوى، وهراهن على وهلعب طبعا باربعه ثلاثه في نص الملعب. وكان وجهه نظري كان العب بحسام عاشور وصالح وعمرو السوليه وصالح جمعه او حمدي فتحي، وكنت هراهن بقى على الثلاثه اللي هشتغل عليهم في الهجمات المرتده لما هقطع الكوره واستغل البطء اللي عند بيراميدز في التحول. حسين وجيرالدو وازارو اسرع ثلاثه. لا مش حسين، امال مين؟ كنت هحط اجاي شمال وجيرالدو يمين وازارو، الثلاث سرعات بتوعك، لان بيراميدز كان عندها عايز تامن يعني مظبوط. مظبوط، خد بالك في الحته دي فيها ريسك يا تامر، لان انت كده لما هتدي فرقه زي بيراميدز حته ان هي تستحوذ عليك، تمام، هي فرقه عندها مهارات عاليه مش بس سرعات. ده الشق الثاني بقى يا كابتن اسلام اللي انا كنت هتكلم عليه في صالح جمعه. طيب لعبانك بقى النهارده يا صالح، يبقى انا عاوز احس ان النادي الاهلي عنده لعيب رقم 10،
لان في فرقه بيراميدز عندهم اثنين لعيبه رقم 10 عبد الله السعيد وكينو، اثنين فوتبولرز على اعلى مستوى ما بيفقدوش الكره لو ضغطت عليهم باثنين وثلاث لعيبه يعني محمد مجدي قفشه وانت عندك يعني ناصر بره، يعني هنا على الدكه في لعيب يعرف يلعب رقم 10 وفي هنا لعيب يعرف يلعب رقم 10، ناصر ماهر هنا ومحمد مجدي قفشه هنا، لكن هو في الملعب متميز عليك ان هو عنده اثنين فوتبولرز لعيبه كويسين عبد الله السعيد وكينو، انت ما فيش غيرك يا صالح. يعني كرة صالح أعلى بكتير من كرة حسين الشحات دي وجهة نظري، وكرة صالح أعلى بكتير من كرة جيرالدو. ممكن صالح بمهارة يعمل هو اللي حاطط تمريرة في ظهر بالظبط، لسه هقول لك حط تمريرة في ظهر المدافعين وفرق السرعات ممكن يشتغل. فأنا عاوز أحس بدور صالح جمعة، وآخر نقطة لصالح وبالتحديد لحسين الاثنين، عاوز أحس من الاثنين النهاردة إن دفع مارتن لاسارت ديهم من البداية وكأنه فرجونا، برافو عليك، مش عاوزين تلعبوا مباراه تقيله، مباراه مهمه، فرجونا، كانه بيستفز قدراتهم يا اسلام. انا معاك 100% في الكلام ده. تكمله بقى الموضوع ده، انا في رايي النهارده المباراه بتاعه النهارده هي مباراه فرض الشخصيه من البدايه، يعني لازم النادي الاهلي من الفريقين من الاثنين. بيراميدز عنده شخصيه اكتسبها من المكاسب بتاعته، اول سنه يبقى موجود في الدوري، عمل اسم كويس، عامل نتائج كويسة، عامل عدد مباريات فوز كبير جدا، اكتسب كمان شخصيته من مهارات اللعيبة اللي موجودة وأسمائهم وأدائهم العالي. يمكن ثلاث أرباع مكاسبهم في الفترة الأخيرة وبالذات الدور الثاني هي خوف من الفرق الثانية، إنه بيلاعب بيراميدز بمهاراتهم بكيلو بكذا بكذا. النادي الأهلي غير، النادي الأهلي أساسا عنده شخصيته، فمهم قوي ان يفرض شخصيته من البدايه. الشخصيه من البدايه يعني لازم انا ابادر بالهجوم، ولازم انا اضغط من البدايه على الفرقه دي. لو ضغطت والسيناريو جه في صالحي من البدايه انك احرزت هدف، انا مع بلال لما قال ان ممكن احرز اكتر من هدف وهملك الماتش ده، وهبقى الماتش بالنسبه لي يمكن من اسهل الماتشات اللي لعبتها، بس لازم فرض السيطره من البدايه والشخصيه. اذا فرض السيطره أهم حاجة بالبداية. الحاجة الأهم كمان المباراة بتاعة النهاردة بالنسبة للنادي الأهلي هي لو هنتكلم من النواحي النفسية هي حاجة مهمة جدا جدا، أولا لأنك تكمل في الصدارة، تاني حاجة الرد الاعتبار. أنت يعني إحنا لازم نبقى عارفين كلنا، مش هنبقى أنا من الأول ما اتكلمتش ولا على كلمة من ناحية نفسية. ولا كلمة من ناحية نفسية، عارف ليه؟ لأن ما حدث بعد المباراة الأخيرة بسان داونز والجمهور ده مش محتاج ان احنا بص، يعني انا عمال من ساعه ما احنا بنتكلم كلنا بتكلم فني فقط، عارف ليه؟ لان الاكبر دعم نفسي حصل هو ما حدث بعد وجهه نظري. يعني اللي انا عايز اقوله ان رد الاعتبار انا ما اقصدوش بعد الماتش اللي فات بعد 3-2-1، رد الاعتبار من مباراه الدور الاول مع بيراميدز. صح مظبوط، هي دي الاهم. تمام، ان انت لازم يعني المباراه النهارده بثلاثه بونت زيها زي اي فرقه او اقل فرقه في الدوري، بس دي ليها اعتبارات خاصه مختلفة. مش هنبعد عنها لان كلنا عارفينها وكل الناس المشاهدين عارفينها. في رد اعتبار مع الفريق ده بالتحديد للمشاكل والحاجات اللي اثيرت على بيراميدز وعلاقته ولكن بالنادي. في النهايه تبقى ان احنا 11 ضد 11 في ارض الملعب، ما لهاش اي علاقه، وده فريق كبير ونادي بيراميدز فريق حديث، ولكن حديث بشكل يحترم ويحترم وكل صحيح. شيء وعنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين الحقيقه، بدليل ان هو عنده 57 نقطه يعني. ولو النهارده لو لا قدر الله النادي الاهلي اتغلب من بيراميدز هيبقى بيراميدز، وبالتالي فخلينا نتكلم ان لا ده فريق جيد وفريق محترم ونحترمه جدا ونشوف ايه اللي هيحصل. للاعتبارات اللي فاتت دي بس طبعا. النقطه الاخيره للاعتبارات اللي انا قلتها اللي فاتت دي، انا متاكد النهارده بيراميدز هتلاقيه مختلف، هينزل الان برافو عليك، هينزل خايف من النادي الاهلي. بس يعني ايه كنا هنستنى بعد المباراه علشان خد بالك يا اسلام في مباراه اسمها مباراه البطوله، هي دي النهارده ماتش بطوله. انت كمدير فني وانت كفرقه في حساباتك لما تيجي تحط حساباتك في الماتشات بتقول المباراه دي بالنسبه لي لو عديتها يبقى انا عديت 50% من البطوله. فالنهارده انت بتلعب المنافس بتاعك، هي دي مش هنتكلم على احد المنافسين يعني بابا. فاحنا مش هنتكلم على مباراه كانها مباراه تقيله، بس انت بتتكلم على مباراه بتحط المنافس بتاعك ست نقاط، يعني يقال ان هي بست نقاط خلاص، انت عديت واحد أنا من الاثنين اللي انت بتعمله. في رايي النهارده كسبت بيراميدز بتبعده، لان انت فارق اوريدي عنه، هو فارق عنك ماتشين. وفي نقطه كمان يا كابتن حشيش، انت في الدور الاول الاهلي لما قابل بيراميدز الاهلي ما كانش هو اللي على الصداره، ما كانش على القمه. انت دلوقتي انت اللي على القمه،
ده الاول مره كمان في الدوري يعني انت بتقابل وانت انت الشخصيه اللي حضرتك بتتكلم عليها تمام. اللي هي حته ان الدور الاول الاهلي ما كانش على القمه. صحيح. انت دلوقتي انت اللي على القمه، فانت اللي زي ما بنقول انت اللي سايق الموضوع. انت شخصيتك ده انت على القمه كمان لاول مره من اول ما الدوري بدا. صحيح. انت النهارده اول ماتش بتقابله مع اي فرقه وانت متصدر، فدي برضو لها اعتبارات تانية. خد بالك برضو يا كابتن كمان ان بيراميدز مش عايز اقول ما عندوش ما يفقده يعني تمام، ولكن هو اعصابا اهدى منك شويتين ثلاثه. هو ما عندوش مشكله. صحيح. انت عندك ضغط جمهور. انت الاول النهارده عايز تحافظ على الدور الاول، هو كسبانك الدور يعني. انت النهارده لو انت كسبت فانت بترد الاعتبار زي ما انت قلت يا كابتن. النهارده كل الضغوط على النادي الاهلي تمام. حتى كمان يعني يمكن رئيس النادي كان له تصريح بيقول ان احنا الاهلي هيكسب وان عبد الله السعيد هيكون اسوأ. لا ده فكرني بال بتاع موسيماني. هو بيشيل الضغوط من على فريق. واحده من الضغوط كمان كابتن بلال فوز الزمالك قبليك بساعات. النهارده الزمالك هو دلوقتي المتقدم، هو على راس الجدول دلوقتي. فالنهارده كونه انه يعمل كده هو بيحط ضغوط على النادي الاهلي وبيشيلها برضه من على فرقته. صحيح. عايزك تنزل تضغط، الحماس يكون عندك اكبر. خد بالك كل ما كنت متسرع شويه كل ما كانت اخطائك كتيره في الملعب. طبعا بعد ما نجوم النادي الاهلي كابتن هشام حنفي وكابتن اسامه حسني وامير توفيق مدير التعاقدات موجودين في ارض الملعب لمشاهده المباراه. عموما اخيرا يا كابتن حشيش كلمه بسرعه جدا لو عايز تقولها تتوقع ايه؟ عايز اقول ان زي ما احنا قلنا المباراه 11 ضد 11. عايز اقول ان الدوافع بالنسبه للنادي الاهلي كبيره جدا جدا. مهما كان بيراميدز لسه وليد السنه دي، يعني لسه وليد السنه دي، الدافع كبير قوي، دافع جماهير ودافع تاريخ ودوافع كبيره جدا غير الناحيه الثانيه. بلال بسرعه جدا، اعتقد الروح القتاليه النهارده هيكون والمهاره الفنيه ليها دور كبير النهارده في حسم اللقاء. اتمنى اتفرج على مباراه حلوه جدا يا رب ان شاء الله تليق بالفريقين وبالنجوم اللي موجودين في الفريقين. احتياطي النادي الاهلي سريعا جدا: علي لطفي، حمدي فتحي، محمود وحيد، رامي ربيعه جونيور، اجايه، ناصر ماهر، ومروان محسن. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه جدا، وان شاء الله ان شاء الله نعود لحضراتكم بعد المباراه وبعد نهايه المباراه واحنا فرحانين باداء النادي الاهلي. النتيجه دي دايما بتكون بتاعه ربنا زي ما قلت لحضراتكم دايما. روحوا اتفرجوا على المباراه في اي مكان، وبعد المباراه مباشره تلاقونا موجودين مع حضراتكم الكابتن محمد حشيش، الكابتن احمد بلال، الكابتن تامر بدوي. انتظرونا بعد نهايه المباراه وتغطيه خاصه لمباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز.